بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. مش كل نادي له سند زي النادي الأهلي. سند الأهلي هو جمهوره اللي هيفضل أكبر داعم وأكبر مدافع عن الكيان أو عن هذا الكيان العظيم. طول الوقت جمهور النادي الأهلي هو كلمة السر، هو رقم واحد في كل انتصارات النادي الأهلي عبر تاريخه من 1907 وحتى الآن. جمهور الأهلي اللي ياما ضرب المثل والقدوة في التشجيع، واللي قال بعلو صوته مع الأهلي مفيش مستحيل. بصوا على ملوك التسعين، هتلاقوا ان الجمهور هو كلمة السر في الفوز القاتل في كل المباريات. شرحت لحضراتكم قبل كده ليه دايما جمهور النادي الأهلي بيخلينا الانرجي او طاقتنا بتبقى مختلفة خالص عن بقية الفرق. وزي ما الأهلي جزء من التاريخ العظيم لكرة القدم والرياضة في مصر، كمان جمهورنا جمهور النادي الأهلي هو الواجهة المشرفة للرياضة المصرية. جمهور الأهلي اللي ياما دعم نجوم ووقف في ظهر كل نجومه وكل نجوم مصر، واحتفل في النصر وكان واقف صامد وداعم في كل اللحظات الحرجة. جمهور النادي الأهلي هو الأكبر في مصر والوطن العربي، اللي عنده شعار النادي الأهلي زي المية والهواء. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيتنفس الأهلي، هو فعلا جمهور في الحلوة والمر. جمهور الأهلي يضرب له تعظيم سلام، جمهوره ده حماه. حياتنا كنا بنقضيها كلاعبين يعني او كمدربين، كنا بنقضيها واحنا في الملعب، عشان احنا موجودين في الملعب طبعا، ولكن عشان كل جمهور النادي الاهلي كان متواجد معانا في كل مكان. دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم، وزي ما دايما وعدناكم كل حلقه هنكون مع الجمهور، هنروح في كل حته. قبل كده او من يومين عملنا تقرير مع دكتور ياسر من المكفوفين، ورحنا كمان لعم حربي كبير المشجعين. النهارده معانا تقرير رائع، عايز حضراتكم تتفرجوا على هذا التقرير، بيوري حضراتكم قد ايه النادي الاهلي بالنسبه للجميع. احمد من ذوي الاحتياجات الخاصه، قد ايه بيحب النادي الاهلي وقد ايه بيحب كل ما يخص النادي الاهلي. تعالوا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مره ثانيه. من أنا صغير من 10 سنين مثلا، أهلي كلهم أهلاوية وطالعين، بابا الله يرحمه أهلاوي، أنا طالع أشجع النادي الأهلي من زمان، فخر طبعا وسعادة وانتصار في انتصار على طول يعني. ماتش كبيرة مثلا نهائي كام، انا رحت الاستاد ومتعة طبعا وفخر. كون بتاع القفشة اللي قطية ممكن سعادة طبعا، طبعا فرحان طبعا وسعيد. ماتش 9 من الخانيمي التقليدي بتاع نادي الزمالك طبعا، وفرحت يعني وسعيد وسعدت يعني. أكتر مكان أحب أتفرج فيه استاد مع اللعيبة عشان خاطر المتعة،
تانية خالص غير التلفزيون أو الكافيه أو في البيت وكلام تقول. أحب أوصل رسالة للنادي الأهلي طبعا كيب البطولات في كل الألعاب زي الدوري والكاس وكاس العالم مش بعيد، ده أمنية مزيد ومزيد للقلعة الحمراء للنادي الأهلي. نفسي طبعا أقابل كابتن محمود الخطيب وأتصور معاه. أحد عشاق النادي الأهلي وأحد اللي بيحبوا النادي الأهلي من قلبه، أحمد عملنا معاه هذا التقرير، كلام طالع من القلب زي ما حضراتكم شايفين، عشان كده هنلاقيه واصل لكل قلوبنا. أحمد واحد من الشباب اللي بيحبوا النادي الأهلي، قد إيه هو عنده مشكلة في إن هو يتحرك وإن هو يجي وإن هو يروح، ولكن يظل دائما النادي الأهلي هو اللي في القلب، يظل دائما النادي الأهلي هو اللي بيحب يشوفه. يمكن الكلام بتاعه صعب، لكن زي ما حضراتكم شايفين انا قاصد ان احنا نعمل كده، لانه لازم الشباب دول يوصل كل كلمه ليهم لكل جمهور النادي الاهلي، وقد ايه حب النادي الاهلي في قلوب هؤلاء الشباب اللي دايما بنتعلم منهم المثابره، تحدي تعلم منهم دايما المثابره والتحدي، حاجه ذوي الهمم دول بالنسبه لنا. وان شاء الله انا هعمل مفاجاه قريب جدا لحضراتكم ان شاء الله، بس نخلصها وهعمل لحضراتكم مفاجأة إن شاء الله تعجب حضراتكم وتكون مفاجأة لطيفة كده، يعني نشرك معانا حد من ذوي الهمم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يكون موجود معانا في البرنامج، لأن عايزين نشوفهم، عايزين نسمعهم، عايزين نعرف قد إيه هما بيحبوا كرة القدم، وعايزين نعرف قد إيه هما بيعرفوا يحللوا في كرة القدم، كلام كتير جدا. عايزينهم معانا في البيت الكبير، عايزينهم دايما يكونوا موجودين معانا في البيت الكبير في بيتهم، لان ده مش البيت الكبير، النادي الاهلي هو البيت الكبير، لكن احنا مجرد ان احنا بناخد بس الاسم علشان نحتمي باسم النادي الاهلي ونقف مع النادي الاهلي، او يعني بنتمسح كده في اسم النادي الاهلي. فالحقيقه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجرب كل حاجه ونشوف ونشرك معانا كل الجماهير بكل طوائف الجماهير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. في حاجات كتيره جدا جدا هنوريها ومفاجآت جيده ان شاء الله ان شاء الله تعجب حضراتكم خلال الفتره القادمه. جماهير القلعه الحمراء دايما بتطلق على واحد من اللاعبين. النهارده احنا دايما لما بنيجي نتكلم زي ما قلت لحضراتكم، يعني اول امبارح كنا بنتكلم عن مارسيل كولر، امبارح كنا بنتكلم عن سيد عبد الحفيظ، النهارده هناخد بعض اللاعبين نتكلم عنهم. النهارده عيد ميلاد اكرم توفيق نجم النادي الاهلي، اكرم رجوله، اكرم توفيق واحد من اللاعبين اللي يجبرك انك تحبه وتحترمه وتتعلق بيه. جماهير النادي الاهلي بتطلق على اكرم القاب كتيره جدا، زي لقب الجوكر وقلب الاسد. واكرم توفيق من لعب مع النادي الاهلي تقريبا 70 مباراه، سجل هدف، صنع 6 أهداف في 4216 دقيقة، لعب ونجح في التتويج مع القلعة الحمراء بالدوري مرتين وكاس مصر مرتين ودوري الأبطال الإفريقي مرة والسوبر الإفريقي مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلي مرة، بجانب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة مع المنتخب الأولمبي وشارك في أولمبياد طوكيو. انتقل أكرم توفيق من إنبي إلى النادي الأهلي في صيف 2016 مقابل 700,000 يورو بعمر 17 سنة من أجل اللعب في فريق الشباب وكذلك الفريق الأول. الكاف بيحتفل بعيد ميلاد أكرم الذي لا يعرف التعب، زي ما صفحة الكاف الخاصة بدوري أبطال إفريقيا وصفته، أكرم لا يعرف التعب. وبيحتفل أكرم توفيق اليوم بعيد ميلاده 25، مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية. خلينا نروح
فاصل، ومن بعد هذا الفاصل نرجع بقى نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. اهلا بكم مره تانية. حابب النهارده ان انا اتكلم عن الدور المؤثر للاعيبه النادي الاهلي في المنتخبات الوطنيه على مدار التاريخ. ما هو النادي الاهلي مش رقم واحد من فراغ، زي ما هو الاول في البطولات والانجازات والارقام والالقاب، كمان النادي الاهلي كان ولا يزال وهيفضل باذن الله هو الداعم الاول في المنتخبات الوطنيه بالنجوم الكبار على مدار التاريخ، على مدار تاريخ النادي الأهلي ومدار تاريخ المنتخبات الوطنية. دايما بتلاقي النادي الأهلي هو رقم واحد. منتخبنا الوطني أمامه مرحلة جديدة، ولعبة النادي الأهلي متواجدين بقوة لتمثيل بلدهم الغالية، وهو شرف كبير جدا. امبارح جبنا لحضراتكم قد إيه لما بيتم اختيار اللاعب لمنتخب بلده بيبقى مبسوط وفرحان. فشرف كبير جدا إنك تلبس تيشيرت منتخب بلدك، وشرف لأي حد. منتخب ضم من الأهلي شناوي، حمدي فتحي، محمد شريف، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، ومحمود متولي اللي اتصاب، وياسر إبراهيم أيضا عنده حالة من الإجهاد وبالتالي لن يكون متواجدا. يعني القوام الأساسي للمنتخب من النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما ما يحافظ على اسمه واسم بلده من خلال أن النادي الأهلي بيدي كل شيء لمنتخبات أو إمداد المنتخبات الوطنية بكل شيء. عموما خلينا نروح نشوف تقرير عن النادي الأهلي المورد الأساسي والرئيسي ورقم واحد للمنتخب الوطني المصري. عظمة على عظمة على عظمة. محمد الشناوي يستحق كل التقدير من كل جمهور النادي الأهلي ومن كل الجمهور المصري الحقيقة اللي بيعازر منتخبنا الوطني. هل معنى ان انا لما اتكلم عن منتخب مصر او عن المدير الفني لمنتخب مصر واقول ان المدير الفني لمنتخب مصر اخطا بحديثه عن كريم فؤاد وعن النادي الاهلي عندما قال ان انا وثقت في كريم فؤاد قبل ما النادي الاهلي يثق فيه، هل ده معناه ان احنا ضد منتخب مصر؟ هل ده معناه ان احنا ضد المدير الفني؟ في هذا البرنامج وخلال الفتره الاخيره تحديدا كنا لما بنتكلم عن منتخب مصر أو عندما تم التعاقد مع روي فيتوريا كمديرا فنيا لمنتخبنا الوطني كلنا سقفنا للكابتن حازم إمام، وسقفنا لكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. ولكن ده مش معناه أن لما يبقى في خطأ أن احنا مش هنقول، ده مش معناه أن حضرتك لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي يجب أن تعلم أن انت بتتكلم عن أكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في الوطن العربي. مش كلام. الأهلي بيثق في جميع لاعبيه. الأهلي عندما يتكلم عن اللاعبين، النادي الأهلي ما بيتكلمش كتير عن اللاعبين، لكن لما بيعوز حد بيجيبه، فمعنى كده أنه هو واثق في كريم أو غير كريم. فالحقيقة سألنا مصادر كتيرة جدا قريبة من فيتوريا، وأنا هقول لحضراتكم الكلام اللي اتقال لي في هذا الأمر خلاص، ولكن رأيي هقوله بعد ما أخلص. اتكلمنا مع ناس قريبه من فيتوريا، اكد لهم انه كان لا يقصد ابدا التقليل من النادي الاهلي، محدش يقدر يقلل من النادي الاهلي مبدئيا. طيب بالعكس، هو كان عايز يشيد بكريم فؤاد وانه مقتنع بيه من بدري، ولكن التصريح خانه. لكن فيتوريا عارف قيمه النادي الاهلي كويس وقيمه لاعبيه، وعلشان كده بيضم هذا العدد الكبير من اللاعبين في النادي الاهلي. طيب قبل ما اروح لموضوع اخر اقول لحضراتكم انا رايي ايه في هذا الامر. انا متاكد من الناس اللي قالت لي هذا الامر، ومتاكد ان فيتوريا قال هذا الكلام، ولكن وجهه نظري كما تحدث فيتوريا في المؤتمر الصحفي وامام الملايين، ونشرت هذه التصريحات في كل المواقع الاخباريه وعلى السوشيال ميديا وعلى كل المواقع، اتمنى في المؤتمر الصحفي الأول القادم أن يخرج روي فيتوريا، والكلام ده أنا وصلته لبعض المقربين من فيتوريا. أتمنى، مش أنا ما بكرهوش ولا ضده ولا النادي الأهلي ضده ولا جمهور الأهلي ضده أبدا، بالعكس احنا كلنا هنقف ورا بلدنا، وحوري لحضراتكم قد إيه إن احنا الفترة اللي جاية مش هنتكلم غير عن منتخبنا الوطني، لأن ده الصح وده اللي احنا هنعمله. كل دعم لمنتخبنا الوطني
ولكن أتمنى أن يخرج روي فيتوريا في أول مؤتمر صحفي. أنا مش هقول بقى يعمل مؤتمر صحفي مخصوص والكلام ده، لا، أتمنى أن هو في أول مؤتمر صحفي يطلع ويقول الكلام اللي اتقال لي أو اللي وصلني، اللي هو مش عشان حاجة، ممكن الكلام ده يكون وصلني لو أنا بيتفرج عليها مليون ولا اتنين ولا تلاتة ولا مية، لسه في ناس تانية عايزة تسمع وعايزة تشوف. فكما قال على الملأ وأمام الجميع يرجع يقول هذا الكلام. وخلي بال حضراتكم للناس اللي بتقول لي إن هو قال هذا الكلام المحترم، الحقيقة خليني أقول إن هو كلام محترم جدا، ولكن دي تاني مرة روي فيتوريا وهو بيتكلم يخونوا التعبير. مرة قبل كده إن هو قال إن أنا، لو حضراتكم تفتكروا لما كل الناس هجمته أو كل الناس انتقدت كلامه، مش هجمته، انتقدت كلامه في إن هو قال أنا مش جاي عشان أخد بطولة الأمم الأفريقية أوصل كأس عالم، ما كلنا قلنا ساعتها، كان معايا الأستاذ جمال الزهيري، أنا لا أنسى هذا الأمر، كان معايا الأستاذ جمال الزهيري وقال إيه؟ قال لي يعني طب أنت أمال جاي ليه؟ يعني ولا هتاخد أمم أفريقيا ولا هتوصل لنهائيات أمم أفريقيا ولا هتوصل كأس عالم، طب جاي اللي تعمل إيه؟ فاللي عايز اقوله لحضراتكم ان هو بعد كده رجع وقال معلش ما كانش قصدي والتعبير خاني. تاني مره التعبير يخونك. تاني مره التعبير يخونك، فلو سمحتوا، بالمناسبه هو عنده مستشارين اعلاميين كويسين جدا، سواء الاستاذ محمد عراقي او الاستاذ محمد مراد. الاثنين عندهم القدره ان هو يعني لو عايز يقول حاجه خليهم هم اللي يصوغوها لك. خلي عراقي ومراد هم اللي يصوغوا لك هذا الامر. لانه ده شغلتهم بالمناسبه. يعني احنا مثلا على الجانب الاخر ما بنسمعش حاجه عن المنتخب الاولمبي، لانه المدير الفني للمنتخب الاولمبي روجيرو ميكالي عندهم هناك برضو مستشار اعلامي الاستاذ ياسر عبد العزيز، بياخد منه بيوصل للناس كلها، ما بيخليش الراجل هو اللي يتكلم، لانه لسه قد تكون هناك بعض الامور اللي مش مفهومه بالنسبه للراجل. ففيتوريا واضح ان هو نفس الكلام، لازم يبقى فاهم هو بيتكلم في ايه، لازم عندما يتكلم روي فيتوريا، وانا عرفت تماما ان هو يعلم هذا الامر وان هو لم يكن يقصد، ولكن 70 80 مليون اهلاوي كانوا زعلانين من التصريح، كانوا زعلانين من التصريح. حضرتك بعد الكلام اللي احنا بنقوله النهارده هيبقوا زعلانين، ولكن خلاص هنعدي الامر. ولكن كل ما اتمناه على اخواتنا واصدقائنا الاستاذ مراد والاستاذ عراقي ان هم يتفقوا مع الراجل ان هو اي صيغه عايز يقولها يقولها من خلالهم، علشان ما يبقاش هناك تضارب بعد كده في التصريحات اللي بيقولها روي فيتوريا. واتمنى مره تانية، انا اسف ان انا بأكرر هذا الامر، ولكن مره تانية اتمنى ان روي فيتوريا في اول مؤتمر صحفي ليه يقول الكلام اللي وصل لنا ويقوله على الهواء مباشرة وينقل في جميع المواقع، ده اللي أنا أتمناه. طيب منتخب مصر بالمناسبة، وإحنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني اتكلمنا عن عيد ميلاد أكرم توفيق، ولكن منتخبنا الوطني احتفل اليوم بعيد ميلاد أكرم توفيق زي ما حضراتكم شايفين. الصور دي وصلت حالا، بننزلها لحضراتكم اهو، علشان منتخبنا الوطني مع روي فيتوريا، اكرم توفيق، محمد شريف، بقيه اللاعبين، وحمدي فتحي على يمينه وعلى شماله، ومحمود علاء، وبقيه اللاعبين في المنتخب الوطني واقفين وبيقولوا له طبعا كل سنه وانت طيب، عقبال 100 سنه، روح جميله وروح رائعه ما بين كل اللاعبين، وكل سنه وانت طيب دايما يا اكرم. كل جمهور مصر في ظهركم بقى خلال هذه الفترة، لأن ده اللي احنا عايزينه، وده اللي دايما نتمنى ان احنا نشوف مباراة جيدة ان شاء الله امام منتخب بلجيكا، وده هنتكلم عنه بقى خلال الايام القادمة. بكرة ان شاء الله المفروض اقامة مراسم قرعة كأس الرابطة، بداية مباريات البطولة اعتقد من يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري، دور ال 16 خلال ايام 25 26 27 من نفس الشهر، ويقام دور الثمانية خلال الفترة من 16 الى 20 مارس من العام المقبل. نتمنى كل التوفيق لرابطة الأندية وانها المحترفة طبعا، وانها تنجح في تنظيم المسابقات بانتظام وعدالة، وبالمناسبة ده كله هيصب في مصلحة كرة القدم المصرية. 90% من البرامج في مصر، ده الموضوع اللي انا كنت لسه بتكلم فيه مع حضراتكم، مش 90% 99% من البرامج الرياضيه في مصر بتشتغل على ايه؟ ايوه،
على النادي الأهلي كإدارة وجماهير ولاعبين وأجهزة فنية. بعيدا عن كده مع احترامي للجميع الأمور بتبقى صعبة شوية، مبقاش في نسب مشاهدة. على فكرة أنا عارف إن في ناس بتزعل من كلامي، ولكن والله هذه هي الحقيقة. اللي أنا بقوله لحضراتكم ده هو الحقيقة. يعني إيه هي الحقيقة؟ يعني أنا من حوالي شهر كده ولا شهر وشوية قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي هو الجرار اللي بيجر، والجرار دايما هو اللي غالي، هو اللي دمنه غالي. دلوقتي بيتحقق هذا الأمر. أنا لما كنت بقول كده ما كنتش بقول كده علشان كل الأندية على دماغي من فوق، ما عنديش أي مشكلة مع حد، ولكن ده أنا بدي النادي الأهلي حقه. ما بتكلمش على الأندية الأخرى والله، ولكن أنا بدي النادي الأهلي حقه لأن ده الحق الطبيعي للنادي الأهلي. شوف حضرتك فرق الرعاية ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر. مش بتكلم على الزمالك بالمناسبة عشان ما حدش يدخلني في مواويل. أنا ما بتكلمش على الزمالك، أنا بتكلم هذه هي الحقيقة. إدارة النادي، مجلس إدارة النادي الأهلي يستطيع إن هو يجيب أعلى عائد لأنه بيبيع اسم النادي الأهلي، بيبيع بطولات النادي الأهلي. فلما تبيع 42 بطولة دوري مثلا، انت لما بتقعد مع اي حد من السبونسرز بتوعك بتعمل ايه؟ بتتكلم معاهم في ان انا عندي 42 بطولة دوري، انا نادي القرن الافريقي او نادي القرن في افريقيا، وده هتكلم عنه برضو بعد قليل. انا اللي واخد 37 كاس، انا اللي واخد 10 بطولات افريقيا، اقرب الانديه ليا واخد 5 بطولات افريقيا، اقرب الانديه ليا في الدوري واخد 14 بطوله دوري، اقرب الانديه ليا في السوبر واخد 4 ولا 5 حاجه كده يعني. فانا لما باجي اقعد بقعد وانا قوي ببطولاتي، قوي بجماهيري، 70 80 مليون اهلاوي في مصر، بس مش هتكلم على اللي بره. مش اسلام اللي بيقول بالمناسبه ده، كل الاحصاءات بتقول ان 72% من الجمهور في مصر بيشجع النادي الاهلي. 72% يعني 70 مليون او 72 مليون. خلاص انا بعد كده هقول 70 او 72 مليون، مش هقول 80. حاضر. فمثلا لما نيجي نتكلم بقى من الناحيه الاعلاميه، مثلا اقرب حاجه مذيع بيستضيف مسؤول ترك النادي اللي كان شغال فيه. فضل ورا المسؤول ده يقعد يلف ويدور يلف ويدور ويلف، اتكلموا في كل حاجه طبعا، ولكن هو المشكله دلوقتي ان هو عايز يطلع منه هو لما كان في الاهلي والمشكله اللي حصلت، اللي هي حصلت مثلا من 5 6 سنين على ما اتذكر. واللعيبه اللي جبتها واللعيبه اللي مشيتها واللعيبه، طب مشوك ليه؟ طب عملوك ليه؟ والكلام ده كله. مش قصدي حاجه، كل واحد كل مذيع ومن حقه ان هو يدير برنامجه كيفما يرى، ولكن هو لو مش عارف، أنا مش بتكلم على المذيع ده تحديدا، ولكن بتكلم بشكل عام. لو هم مش عارفين إن النادي الأهلي لما نتكلم عنه الناس هتطلع تتفرج علينا أو هتقف تتفرج علينا، يبقى خلاص. الجماهيرية يعني لو حضرتك مستضيف مسؤول مشي من النادي، ناقش معاه القضية الحديثة. ده اللي أنا أفهمه. إن أنا أجيب مسؤول مشي من نادي مثلا بقاله سنة، اجيبه اتكلم، او سنه ده كتير كمان، بقاله 2 3 شهور اتكلم معاه عن اللي حصل في 2 3 شهور، مش اتكلم معاه اللي حصل من 5 6 سنين، ما هو اتكلم فيه 100 مره. لكن عشان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي وان النادي الاهلي هو اللي موجود في هذا الامر، فبالتالي خلاص يبقى نخش نشوف او نتكلم فقط، مش فقط نتكلم في 70 80% من البرنامج عن الاهلي، وبعد كده نشوف الباقي ايه. ما عنديش مشكلة، كل واحد يدير كيفما شاء، أنا لا أقصد شيء والله، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أسئلة بتخلق مشاكل للأهلي. يعني يقول لك اتكلمت، طيب العلاقات بينك وبين اللي فات إيه واللي جاي إيه، وكلام من هذا القبيل. يعني عايز يطلع أسرار معينة، دي شطارة مذيع، ولكن في نفس الوقت يا جماعة هو ده الفارق الكبير اللي أنا دايما بقوله ما بين النادي الأهلي، وسيرة النادي الأهلي ورعاية النادي الأهلي، وما بين أي حد تاني، أي نادي آخر. بس لكن كل واحد كل مذيع يدير زي ما هو عايز. جماهير النادي الأهلي لابد أن تكون واعية وشايفة
او تفرق ما بين مين اللي بيحب الاهلي ومين اللي ما بيحبش الاهلي، مين اللي بيجامل انديه اخرى ومين اللي ما بيجاملش. وطبعا الجماهير هتميز، انا بقول هتميز. انا بقول لكم دايما ليه كده هذا الكلام، لان دايما بقول لحضراتكم خليكم خدوا اخباركم وكل ما يخص النادي الاهلي تحديدا يا اما المصدر الرسمي للنادي الاهلي اللي هو الموقع الرسمي للنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي فقط، هي دي اللي هتدي لحضرتك الاخبار الحقيقيه. طيب موضوع اخر وهو موضوع مهم جدا ولكن ولازم هتكلم فيه. المستشار القانوني لنادي الاهلي الاستاذ محمد عثمان قال النهارده ان الدعوه المنظوره بكره ان شاء الله امام المحكمه هتكون خاصه بالحقوق التجاريه الخاصه بلقب نادي القرن. نركز بعد اذن حضراتكم انا هقراه واقول لكم. استاذ محمد عثمان قال ان المحكمه الاقتصاديه سوف تنظر غدا الاربعاء الدعوة المرفوعة من النادي الأهلي ضد مجلس إدارة نادي الزمالك لقيام الأخير بتعليق لافتة على سور ناديه تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، حضراتكم شفتوها، وهو اللقب الذي يملكه النادي الأهلي دون غيره. النادي الأهلي دون مين؟ دون غيره. طيب هو عافية كده النادي الأهلي يملكه دون غيره؟ لا طبعا. وقام بتوثيقه لدى كافة الجهات المعنية محليا وعالميا ضمن علامته التجارية. وجاء في الدعوة أن ما قام به نادي الزمالك يمثل تعديا واضحا على جزءا من مكونات العلامة التجارية للنادي الأهلي بهدف الترويج وتحقيق عائد، وهو ما يخالف كل اللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن. أضاف مستشار محمد عثمان أن الأهلي طالب في دعواه بالتعويض المالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة التصرف المخالف من نادي الزمالك ومسؤوليه. طيب هل ده معناه أن هناك إشكالية في موضوع أن النادي الأهلي نادي القرن؟ الموضوع منتهى يا جماعة من 2002 أو 2001 على ما أتذكر. طيب أكمل كلام الأستاذ محمد عثمان. كشف الأستاذ محمد عثمان عن المفهوم الخاطئ لدى البعض بأن دعوى الغد لتحديد من هو نادي القرن، نادي القرن محدد من زمان، وهو بالطبع كلام غير صحيح بالمرة ولم نتطرق إليه ولم تتطرق إليه الدعوة. يعني الدعوة من الأساس لم تتطرق لهذا الموضوع، لأن نادي القرن هو النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين. هو مين ده؟ الأسطورة صالح سليم بيتسلم جائزة نادي القرن الإفريقي في جوهانسبرج من 20 سنة أو 25 سنة، ده 2001. هو النادي الأهلي هو نادي القرن في إفريقيا، وهو أمر محسوم تماما منذ أكثر من 20 عاما، عندما قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 22/5/2001 بتتويج النادي الأهلي بهذا اللقب في احتفالية كبرى جرت فعاليتها في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا اللي هي أمام حضراتكم. وبالتالي فإن تلك الدعوة خاصة فقط بالحقوق التجارية للنادي الأهلي. والنبي يا جماعة أي حد هيضحك عايز يضحك على أي حد من جمهور النادي الأهلي، أنا متأكد إن هم فاهمين، لكن أنا بضع الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده في أمام الجميع أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي. يا جماعة أنتوا حضراتكم لا مش فاهمين في القانون. بعض من لا يشجع النادي الأهلي مش فاهمين في القانون. فمن فضلكم اقروا الكلام ده كويس علشان تعرفوا ان النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا انتهت. ورايح بكره المحكمه ليه؟ عشان حضرتك استعملت الشعار بتاعي دون اذني، فبالتالي ده عمل لي مشاكل. خلاص؟ فانا
عايز بدل المشاكل دي اخد فلوس حقي اللي انت خسرته لي خلال هذه الفترة اللي وضعت فيها هذه اليافطة. دايما النادي الاهلي لما بيتكلم بيتكلم بالقوانين واللوائح. ناس كتيرة جدا في الفترة اللي حصل فيها هذا الامر، انتوا ساكتين ليه؟ وانتوا لازم تعملوا. يا جماعة احنا ساكتين لانه هناك احنا في دولة قانون. احنا في دولة قانون، والنادي الاهلي مهما كانت الظروف يحترم القانون. الاهلي هو نادي القرن الماضي ان شاء الله. حاليا حتى هذه اللحظة النادي الاهلي هو بطل القرن في افريقيا. ان شاء الله بطل القرن الحالي زي ما كان بطل القرن الماضي. فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى هنقرا لحضراتكم بعض اخبارنا، اخبار البيت الكبير. طيب خلينا نقرا بقى لحضراتكم اخبار النادي الاهلي. الاهلي بيختتم تدريباته وراحه 5 ايام للاعبين. اختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته الجماعيه النهارده على ملعب التتش بالجزيره قبل بدايه فتره الراحه السلبيه اللي هيحصل عليها كل اللاعبين بدايه من بكره ان شاء الله، واللي قررها الجهاز الفني، وتنتهي يوم 13 نوفمبر الجاري. مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكره كانوا حريصين على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعيه، وشهد المران تنفيذ بعض الفقرات البدنيه والفنيه المتنوعه قبل ما يختتم كولر المران بتقسيمه بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين. ايضا كولر بيغادر القاهره متوجها الى سويسرا. اجازه بقى من حقه، مفيش مشكله. أيضا الإجهاد بيبعد ياسر إبراهيم عن معسكر المنتخب، ورامي ربيعة وعمرو السلية يشاركان في التدريبات الجماعية. انتظم كل من رامي ربيعة وعمرو السلية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في جانب من التدريبات البدنية والجماعية للفريق النهاردة الصبح. أيضا سافيو بينتظم في التدريبات الجماعية، واكتفى سافيو خلال الأيام السابقة بأداء تدريبات منفردة في الجيم، ولكن النهاردة لحق بقى التدريبات الجماعية وهيخش على الأجازة، وبعد الأجازة يرجع بقى نبتدي مرة أخرى بقية التدريبات الخاصة بالفريق الأول عن من خلال الفترة القادمة. كابتن سعد الحفيظ بيكشف سبب غياب كهربا ولطفي عن التدريبات. قال كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي ان الثنائي محمود كهربا وعلي لطفي لاعبي الفريق الاول غابوا عن المشاركه في التدريبات الجماعيه النهارده بسبب الاصابه بنزله برد، واوضح ان كهربا وعلي لطفي خضعوا لفحوصات طبيه امبارح تحت اشراف احمد ابو عبله طبيب الفريق للاطمئنان على حالتهم. ده كان كل ما يخص النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمنتخب مصر، منتخب مصر بيستدعي خالد صبحي مدافع الاتحاد بعد تعذر دم ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عنده بعض الاجهاد وبالتالي تعذر انضمام ياسر، وبالتالي استدعى منتخبنا الوطني خالد صبحي وهو من المدافعين الجيدين جدا مع نادي الاتحاد السكندري. محمد صلاح بينضم لمنتخب مصر في الكويت يوم 14 نوفمبر استعدادا لمواجهه بلجيكا وديا. يوم 14 إن شاء الله محمد صلاح ينتظم في التدريبات مع منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة بلجيكا، ويرتبط محمد صلاح بمباراة مع فريق ليفربول في الأسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون على أن ينضم بعدها لمعسكر المنتخب بالكويت. الحقيقة منتخب الناشئين يتلقى الهزيمة الأولى أمام ليبيا بتصفيات شمال إفريقيا لكأس إفريقيا. تلقى منتخب مصر للناشئين الهزيمة من نظيره الليبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد 5 جولي ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا لكرة القدم في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة المقامة بالجزائر. جاء هدف منتخب ليبيا للناشئين في الدقيقة 37 بينما تمكن عمر سيد معوض لاعب النادي الأهلي من إحراز هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضايع، ثم أضاف مروان الزغوتي مهاجم المنتخب الليبي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 57.
منتخب مصر سيقابل منتخب تونس يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر بالجولة الثانية، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر في الجولة الثالثة. روجيرو ميكالي بيعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ثلاث محترفين يعتذرون عن الانضمام لمعسكر منتخب الشباب، أبرزهم صلاح باشا. اعتذر مصطفى أشرف لاعب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وصلاح باشا لاعب أودونيزي الإيطالي لارتباطهم بمباريات رسمية مع الفرق بتاعتهم. كمان اعتذر عمر عبد المجيد لاعب هامبورغ الألماني عن المعسكر للإصابة. هيلعب مباراتين وديتين أمام بنين في معسكر الشباب الفراعنة اللي هينطلق يوم الخميس اللي جاي. محمد عودة يتولى تدريب الهلال الليبي، وكل التوفيق لكابتن محمد عودة، وكل سنة وانت او الف مبروك طبعا لابو مالك. ابو مالك النهاردة محمد مجدي أفشة بيرزق بمولوده الاول وسماه مالك. الف 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 مبروك يا أفشة. صنع في مصر او صنع في الاهلي. مي هشام لاعبة كرة اليد السابقة بالنادي الأهلي، وزي ما قلت لحضراتكم هذه الفقرة كل الناس بتكلمنا يعني يا جماعة ده حقكم، أي حد بيعمل كده أو بنعمل كده معاه بالفعل هم ناس أو هم نجوم أدوا دورهم مع النادي الأهلي سواء لسه بيؤدوا دورهم وهم في الملعب أو حتى خارج الملعب. صنع في الأهلي مي هشام لاعبة كرة اليد السابقة بالنادي الأهلي. بعد كده فاصل، ومن بعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا النهاردة في البيت الكبير، رافعين شعار ان النادي الاهلي هو دائما البيت الكبير لكل الانديه ولكل النجوم ولكل الرموز ولكل المواهب. النهارده معانا نجوم كبار هنستعيد معاهم ذكريات حلوه، وكمان هنتكلم معاهم في رايهم في كره القدم المصريه حاليا. هيكون معانا النجم الكبير الكابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، والنجم الكبير الكابتن حمدي نوح نجم نادي الاسماعيلي والمقاولون السابق، والنجم الكبير كابتن جمال سالم نجم نادي الترسانة والمقاولون السابق. بعد الفاصل حكايات حلوة قوي، استنونا. بدايتي مع النادي، انا بدأت في ألعاب تانية غير الهاندبول، بدأت جمباز، بدأت باسكت، بدأت ألعاب قوة. بعد كده عرفت إن والدي يعني الله يرحمه عرف إن هو في فرقة بتتكون في الوقت ده فوداني، ومن هنا بقى بدأت كنت بلعب ألعاب تانية مع الهاندبول، وبعد كده الدنيا مشيت وبقت الدنيا لطيفة يعني، وحسيت إن أنا يعني لاقية نفسي قوي في الهاندبول، والحمد لله الدنيا يعني طورت وبقى ليا حسيت يعني بنفسي جدا في الفتره دي. حقيقي احنا لما بنقعد فتره ما بنجيش النادي سواء يعني وانا لعيبه ممكن نبقى في المنتخب نبقى في اجازه يعني اوف سيزون او كده، بتبقى الدنيا اول ما بتخشي النادي كده تحسي اجواء مختلفه يعني مش كل الناس هتحسها، بس فعلا يعني حتى وانا داخله النهارده كان بقالي فتره ما جيتش النادي حسيت قوي يا ازاي النادي وحشني كده، يعني احنا كنا بنعيش جامد في النادي يعني بنقعد كتير قوي بنلعب في كل كورنر في النادي، بنقعد على كل الرصيف اللي في النادي يعني على الترابيزات على كل حاجه، احنا كنا اشقياء جدا يعني الاجيال بالذات بتاعت زمان يعني. انا لعبت 13 سنه درجه اولى، درجه اولى بس غير الناشئات وال يعني القطاع تحت، اعتقد يعني فوق اكتر من 50 بطوله الحمد لله يعني، منهم مثلا 3 سنين انا كابتن الفرقه، فدول برضو كان ليهم واقع مختلف لان طبعا التتويج بتبقى حاجه مختلفه يعني، فدي من الحاجات اللي الواحد فعلا ما بيفتكر او بيتفرج على الصور بيحس بمشاعر جميله مختلفه يعني. أصعب بطولة أنا قررت إن أنا هعتزل، بس كان القرار يعني بيني وبين نفسي، دي كانت أصعب بطولة لأنه بعد ما كسبنا البطولة
انا كنت عارفه ان ده كان اخر ماتش ليا، بعديها عملت الاعتزال. فكان ماتش حلو جدا، يعني انا لعبت حلو جدا، لعبه الماتش كله وعامله يعني سكور هايل. فكنت حاسه قد ايه الحمد لله اخر بصمه هي احسن حاجه ليا، يعني الناس تفتكرني بيها وفرقتي يفتكروني بيها. وانا كابتن فرقه كان طبعا احنا دايما واحنا بنتصعد او احنا بنلعب درجه اولى كان في بيبقى ناس كبيره هي بتبقى يعني كبار الفرقه، دايما مشكله بنروح لهم مش عارفه ايه، هم لو في اي كلاش بين حد وحد هم اللي بيحلوا القصه. الموضوع ما بيبقاش قوي ريليتد بالمدربين قد ما يعني مجلس قياده الفرقه. ف يعني زي ما انا اتعلمت حاجات كنت حاسه قوي انه دوري ان انا اعلم الصغيرين اللي طالعين، وكمان المفروض ما يبقاش واحد بس كابتن فرقه، هم كباتن فرقه، يعني كان دوري ان الواحد بيعمل صف تاني صف تالت يعني، وبتعلم الجديد اللي طالع لان هو ده اللي بيكمل بقى. يعني اللي بنعلمه ده هو ده اللي بيكمل، سواء احنا موجودين مش موجودين، هو ده يعني اجيال دايما فاهمه بتسلم اجيال. هي فعلا يعني هو يمكن الواحد بيشوف الناس على التي في او بيشوفهم هما بيلعبوا او بيتمرنوا بيبقى الموضوع بعيد، غير لما يعني حتى بعد ما بقيت مدربه. لا مثلا كابتن اشرف عواض حاجه تانية، يعني مثلا هو جالنا مدرب في المنتخب مسكنا فتره في المنتخب، كان بيجي بيلعب معانا اللعبه الصغيره، بيعمل النموذج في التمرين كان حاجه مبهره، فاحنا كلنا واقفين الحلاوه دي. ايه ده زي التلفزيون. زي التلفزيون بالظبط، ده احنا يعني كانه بيلعب بالظبط. دي كانت حاجه قد ايه انه يعني حتى اداني حاجه كده لحد دلوقتي بتاثر فيا، انه لو حد عمل لو مدرب بيعمل نموذج للعيبه وهو قد ايه حد سبيشال وحد مهم والناس بتتفرج عليه بيبقوا عايزين، بالذات الاطفال الصغيرين عايزين يشوفوه هو بيعمل المهاره دي قدامهم لايف. فهو عمل حاجة ممكن تكون يعني من غير أي قصد أو نية، هو بيتعامل عادي، بس قد إيه الموضوع ده مأثر فيا جدا لحد دلوقتي. فمهم جدا إن أنا أعمل النموذج قدام الأطفال قدام اللعيبة عشان يشوفوا المهارة يعني. فدي كانت من الحاجات اللي علمت قوي. أحب أقول للجماهير هم يعني الجماهير عندها وعي كبير جدا، يعني هم بيتابعوا وعارفين تفاصيل وعارفين اللعيبه وعارفين تاريخ كل واحد وكل واحده في النادي، فهم يعني عندهم كل الحرص على ان المستوى يفضل ملائم للتاريخ. يعني التمسوا للفرق الرياضيه الاعذار لان ساعات مش بيبقى بايديهم ان هو يبقى غير موفق النهارده. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. من الواضح ان هي هتبقى حلقه مختلفه، من الواضح ليه هقول لحضراتكم الاول، بس لما اقدم معايا نجوم واساطير كبيره جدا 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 في عالم كره القدم، مش هسمي الانديه لانهم بالفعل ياما استفادت منهم الانديه بتاعتهم، ولكن منتخبنا الوطني استفاد منهم اكتر واكتر واكتر، وبالتالي هقدم الاساطير اللي معايا باساميهم فقط. النجم الكبير كابتن حمدي نوح. ازيك كابتن حمدي؟ ازيك كابتن؟ شرف ومنور وسعداء جدا 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 بوجود حضرتك معانا. الله يخليك، انا طبعا بشكرك على الضيافه دي. بالعكس يا كابتن، ده شرف لينا. واتمنى ان يعود الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله معافي وربنا يشفيه يا رب بحاجه النبي. لان الناس كلها لما عرفوا ان انا جاي هنا قالوا له النبي قول له ان ناس كتير بتحبه وبيدعوا له ويرجع بالسلامه ان شاء الله. يا رب يرجع بالسلامه. والكابتن مصطفى رياض برضو ربنا يشفيه، والكابتن مجدي كامل والكابتن جمال عبد العظيم وكل المرضى ربنا يشفيهم يا رب. طبعا كلهم حبايبنا وكلهم اساطيرنا في كره القدم المصريه. ده النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ اسلام، مشرف ومنور وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. ربنا يكرمك، انت عامل لنا مفاجاه النهارده جميله كالعاده. يعني بتستضيف لنا نجمين من النجوم الكبار. ما هو انا مش هتكلم النهارده، حضرتك اللي هتتكلم بقى، انت صاحب البيت. حمدي نوح طبعا اخويا وحبيبي وزميلي كمان من الدراسه، خد بالك. لا والله. سيبك بقى من المنتخبات والحاجات دي، يعني طول عمركم مع بعض يعني عشت عمر سنين. اه وطبعا جمال سالم طبعا اخويا وحبيبي
الجديد. ربنا يخليك من الليبرهات اللي كانت جميله اللي كانت متمتعك. طبعا احنا ثلاثه مدافعين النهارده بس خليني اقدم النجم الكبير والاسطوره الكبيره كابتن جمال. ازيك كابتن جمال؟ الله يخليك يا حضرتك. إيه؟ ربنا يخليك. مشرف ومنور وسعداء جدا. انا اللي سعيد زي ما قلت لك قبل الهوا ان انا كسبت شفتك النهارده. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا رب يخليك. وسعيد جدا في ضيافتك ومشكور على المقابله والضيافه. ربنا يخليك يا كابتن مصر، يعني كابتن حمدي وكابتن جمال وكابتن ماهر. الحقيقه النهارده حلقه المفروض ان انا ما اتكلمش فيها خالص في وجودها هذه الاساطير الكبيره جدا في عالم كره القدم المصريه، لانه حضراتكم هتسمعوا حاجات النهارده يعني انا قاعد بسمع الخمس ست دقايق اللي فاتوا دول قاعد بضحك بس الحقيقه، وبنسترجع الذكريات الجميله جدا خلال الفتره اللي فاتت. في البدايه عايز ابدا الاول يا كابتن حمدي بالعلاقات التاريخيه ما بين النادي الاهلي او ما بين لاعيبه النادي الاهلي وما بين لاعيبه كل الانديه. والله يعني يمكن الحاجه دي مش جديده على النادي الاهلي. نعم. في شهر رمضان اللي فات كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ان شاء الله عمل دعوه. صحيح. كانت برنامج رد الجميل. كانت صحيح. رساله كابتن خطيب قدر يقدم رساله. كابتن علي حسن شحاته، كابتن علي خليلي، كابتن مصطفى رياض، الدكتور حسن مصطفى، يعني اقول مين ولا مين. نعم. فده بيدل على ان النادي الاهلي فعلا بيقدر الناس اللي بيتعامل معاها. ايوه. فكنا سعداء جدا ان احنا بنشوف جميع النجوم. الكابتن محمود الخطيب عامل لهم دعوه. صحيح. وقعدنا بنفطر مع بعض وهي دي، يعني اقصد اقول هي دي الرياضه. مظبوط. هي دي الرياضه اللي هي بتبقى فيها علاقات. ما تعرفش مدى سعادتي ان انا جاي لك نمره واحد. لا يا كابتن ده شرف ليا. وبعدين اتفاجئت ان الكابتن ماهر موجود. انا عامل لين مفاجاه كده الحقيقه، عملها فريق الاعداد النهارده بوجود حضراتكم دائما مع بعض يعني، فقالوا لي بقى نعمل كذا، قلت لهم طبعا. ده طول عمره ما بيسيبنيش. لغايه دلوقتي مع بعض في الملعب. منتخب مدارس. وبعدين يمكن كان في كورنر. فانا عارف ان ماهر مسكني. اوكي. فبتضمي نطلع فوق اعمل كده اعمل كده مفيش حاجه. مش هتعور. لقيت واحد عمل دبل كيك. في مناخيري. تعورت. وقعت. الماتش وقف وكده. وبعدين افتح عينيا اقول له يا ماهر ده كلام يا ماهر. حضرتك بتلعب في المقاولين وكابتن ماهر بيلعب. أيوة. في الاهلي. كان صح؟ في ملعب المقاولين. وحضرتك راس حربه والكابتن ماسكك. كابتن ماهر. ايوه ماسكك. على طول. قال لي يا حمدي مش انا ده الواد الاسود اللي مش محمد عباس. انا كابتن محمد عباس. كان راجع في الكورن. كان راجع في الكورن. احنا لقينا حمدي ايه؟ شطيحه. لا والله. كده يا ماهر. كده يا ماهر. قلت له ده مش ماهر ده بليد. فطلع عباس بقى. فيعني اقصد اقول لحضرتك كابتن ان احنا لعبنا رياضه. والرياضه يعني نمرة واحد فيها ان انت بتعمل علاقات مع كل زمايلك. طبعا. مفيش عدوانية بيننا وبين بعض. في اللي بيكسب بنقول له مبروك. فدي الاسس اللي الرياضة قايمة عليها. قايمة عليها. لابد ان احنا نتعاون في رجوع الاشياء يا رب القديمة دي ترجع تاني في ملاعبنا. موجود حضراتكم النهاردة معانا ونسمع كلام حضرتك وكلام كابتن ماهر وكلام كابتن جمال. لا يعني الشباب اللي قاعد بيتفرج دي برضو اللقطات اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها في برنامج رد الجميل السنه اللي فاتت مع النجم الكبير كابتن اسامه حسني، ولحظات الحقيقه كابتن محمود هشام يكن، كابتن عزت ابو الروس، كابتن عزت ابو الروس، كابتن طبعا الاسطوره الكبيره كابتن جدا حسن شحاتة، كابتن طبعا. حسن شحاته اللي شرفنا جميعا في وجوده في هذا البرنامج، كابتن ريعو، وكابتن ريعو طبعا، وكابتن مصطفى شتا نجم اسكندريه، وكابتن مصطفى رياض، كابتن ماهر، كابتن اسلام، في ناس دكتور حسن مصطفى ما شافتش الكابتن حمدي جمعه، الناس شافته في رد الجميل، شافته في رد الجميل. دي صحيح. انا واحد من الناس يمكن بعد ما بطلنا انا وحمدي ما شفتوش، شفته في رد الجميل، بقيت قاعد سعيد وانا بتفرج. والله يا كابتن الفكره البرنامج كانت الكابتن اسامه حسني جه وقعد مع الاداره وقال لهم كذا، كانت فكره رائعه جميله. والحقيقه النادي والكابتن فضلوا في ظهر هذا الامر لغايه لما طلعنا بهذا الشكل. الحمد لله. خلال 30 يوم بتتعمل في رمضان، وان شاء الله الموسم اللي جاي ان شاء الله تبقى موجوده ودايما، لان انتم دايما بتشرفونا الحقيقه. كابتن ماهر اهم الذكريات بقى اللي كانت بتجمعكم مع بعض. بص اسلام زي ما قلت لك كده يعني طبعا البرنامج عمل صدى كبير جدا جدا حقيقة في أيوة. مصر مزبوط. حتى الناس كلها يمكن كانت بتطلب ان هو ان شاء الله باذن الله احنا على طول بنعيده. والله يا كابتن الموسم الجديد عارف ليه يا كابتن؟ معلش انا اسف ان انا هقطعك في هذه الجمله وحضراتكم برضو
لان احنا خلال الفتره اللي فاتت الحقيقه مش عارف اقولها ازاي، ولكن ما بنسمعش غير البذاءات وحاجات غريبه جدا بتتقال، وحاجات غريبه جدا بتبقى جديده على عالمنا في الرياضه وفي كره القدم تحديدا. وبالتالي يا كابتن ماهر، لا، برنامج زي رد الجميل ده بيعيد قيمه الرياضه في مصر، ان لما يبقى الكابتن حمدي والكابتن جمال والكابتن حسن شحاته واساطير كبيره جدا واسماء كبيره جدا في شباب ما يعرفهمش يعرفهم من خلال هذا البرنامج، اعتقد ده شيء محترم جدا جدا. ويعني طبعا بنحيي طبعا اسره برنامج النادي الاهلي، وخصوصا اسامه صاحب الفكره الجميله ديت والمسانده اللي كانت من الكابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك حاجه يا اسلام. اتفضل يا كابتن. قبل ما هتكلم بقى على يعني العشره اللي بيني وبين حمدي نوح اللي هي اكتر من 40 سنه يمكن. عايز اقول لك ان البرنامج كمان قرب جميع الاجواء وجميع النجوم من بعض، ودي كانت حياتنا. صحيح. حياتنا خد بالك واحنا موجودين في الملعب، يعني ما كانش فيه زمالك واهلي، لا كان كل دول منتخب مصر وزمايل واخوات مع بعض يعني. صحيح. انا عايز اقول لك مثلا من ضمن الحاجات اللي في معسكر المنتخب القومي تلاقيني انا وحمدي نوح ومسعد نور الله يرحمه موجودين في اوضه واحده. يعني بص العلاقه اللي بيننا وبين بعض. عايز اقول لك ان حمدي علاقتي بيه من ايام الدراسه. انت عارف يا اسلام زمان كان في دوري المدارس. ايوه صح. فكان منطقه القاهره مع الجيزه يا جمال و وكان منطقه القاهره كانت بتكسب على طول، ورحنا رايحين اسكندريه بقى هنلعب مع اسكندريه ومع الصعيد على اللي يكسب ياخد بطوله الجمهوريه. احنا طبعا كانت مشكلتنا ما عندناش حد يخلصنا في الحته اللي قدامنايا. فطبعا احنا كنا عاملين طبعا نسينا حمدي. حمدي نوح نسيناه. يعني احنا رحنا سافرنا وعسكرنا في، فاكر حمدي انت في سان مارك باين؟ ايوه سان مارك. ايوه. ونسينا حمدي. يا نهار ابيض. فاضطر طبعا المشرف المشرف طبعا بعت واحد كان عماد عم مؤمن ده صاحبنا الثالث دوت. ايوه. ونزل جاب حمدي وجه. طبعا احنا كان بالنسبه لنا طبعا يعني كنا قلقانين جدا هنلعب ازاي من غير حمدي. فلما وصل حمدي طبعا ما عندكش فكره الفرحه. ومع ذلك يا كابتن كانت المباريات اللي بتلعبوها حضرتك كنت دايما بتبقى ماسك كابتن حمدي في المباريات اهلي ومقاولي. بالظبط. يعني المدارس مع بعض احنا، يعني مدرسه كمنتخب مع بعض. لكن مباراه بقى الدوري بيننا وبين المقاولين. طبعا انت بتلعب على واحد يعني مش عشان هو موجود، من اخطر الفراود اللي ممكن تشوفها اسلام في تاريخ الكره المصريه. يعني حاجه اولا العاب الهوا حدث ولا حرج. حته الستايل، حته المهاره، حته التصويب، حته المراوغه. يعني حمدي كان من المهاجمين اللي هم بيجمعوا كل المواصفات اللي ممكن تتخيلها. يعني مره من المرات واحنا بنلعب في منتخب مصر يا جمال كان التمرين في النادي الاهلي. فحمدي جاب جول عالمي في التمرين. في 5000 واحد. فطبعا الناس قعدت تسقف وتحيي حمدي. فقال لي يا عم ماهر انا عايز اقول لك حاجه، الجول ده بجيبه في المقاولين على طول، بس مع الاسف في طوب. يعني مدرجات خاليه من الجماهير. يعني فرق الجماهيريه طبعا، فمحدش بيحسسني بالمتعه دي. فالنادي الاهلي حاجه 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 كبيره. حاجه كبيره جدا. الجماهير عملت ايه؟ حسستني بقيمتي كراجل مهاجم على اعلى مستوى. حقيقي. كابتن جمال حضرتك كنت بتكلمني على موضوع هدف مباراه الكابتن خطيب مع المقاولين العرب في افريقيا. احكي لنا القصه دي لان قصه لطيفه جدا. والله يا كابتن هي قصه جميله. اولا يعني تعليقا على كلام الكابتن والكابتن، احنا كنا اخوات في الملعب. زي ما اتفقنا انا وانت قبل الهوا. صح. ممكن اتنين ينطوا جنب ما حدش فينا بيتعور. محدش فينا بيتختش. محدش بيقع والدكاتره بتنزل. الامور اختلفت دلوقتي. الامور اختلفت وسبحان الله اي اتنين ينطوا لازم يقعوا، اللي حاجبه اتفتح اللي راسه اتفتحت ما فيش الكلام ده. كان كل هي الميزه زمان كنا بنخاف على بعض، كنا بنخاف يعني جامد على بعض. يعني اجي انط اجي اعمل اهو الجول اهو يا كابتن ماشي. الجول اهو. احكي لك بقى انا قصه الجول ده يا كابتن لان انا عشتها. انا والبيبو ومحمد عامر. كابتن محمد عامر كان معانا ضيف امبارح الحقيقه. انا ومحمد عامر والبيبو. المهم يا كابتن باقي ثواني. لا اتفضل براحتك. باقي ثواني على على الماتش. على الشوط. على الشوط الاولاني. اوكي. المهم كره استلمها عامر من الشمال. ده جون التعادل بتاعنا. ناصر محمد. المهم يا كابتن اسلام. عامر استلم وراح داخل بيها
على ال 18 هتم الاول اسامير ونعمل هدف قبله رضوان راح اهو يا كابتن اهو ده كابتن عامر محمد عامر ده رضوان اللي وقع رضوان جه خدها من محمد عامر وقع قبله علاء عبد الحفيظ انا متريق ومستني بعد علاء انا على طول فالمهم عشان تقع لا انا مستني بقى عشان انا متيم الكوره هطلعها ايه كورنر حلو فالمهم سبته كمان يا عدى كمان من رضوان حلو وعدي علاء عبد الحفيظ انا بقى كابتن اسلام اهو بص خرجت انا بره الجون اهو انا اللي بره الجون ده على اساس احطها كورنر حلو يعني انا عامر هيلعبها خلاص بقى احنا كابتن زمان يا كابتن وانت يمكن كابتن مارش كده عارفين بنلعب بدماغنا بدماغكم صح قبل مخنا يعني صحيح. بنلعب بدماغنا قبل رجلينا فالمهم انا اهو بص يا كابتن انا خرجت بره الجون اهو انا اللي بره الجون ده عايز احطها كورنر فعامر انا قلت العبها ببطن رجله زي مصطفى عبده كده فتاخدها اروح اعملها كورنر مش هاخدها ولا هاخد ولا هعمل هحطها كورنر كورنر على طول لا انا بره الجون انا بره الجون خلاص صحيح فراحت انبسط انبساط جامد قوي بالجول ده هقول لك السبب ايه يا حمدي فراحت بس بعد ما الجول يخلص فراحت يا كابتن اسلام لابسه في وش رجل عامر وانا رايح اقفل وهحطها كورنر لقيتها على شمالي وانا عندي الشمال مش شغاله خالص فالمهم راح جاي على شمالي بعمل كده لقيت البيبو راح عاملها كده جه الجول لقيت الخطيب عمل سبرنت جامد جدا فوق ما تتخيل عايز الحق انا شكله فرحان قوي قوي المهم جري لحد نص الملعب قبله طاهر ابو زيد وقبله حشيش وخدهم في حضن المهم خلص الشوط 1-0 حلو جينا الشوط الثاني اول 10 دقائق 12 دقيقه راح العصفور الله يرحمه جاب التعادل ناصر محمد كابتن علي. ناصر محمد الله يرحمه راح جاب التعادل يا كابتن وخلاص بقى الماتش 7 8 دقايق والبيبو وقع على ال 18 بتاع خبط وقع انا رحت انا اتخضيت انا رحت جاري فيها كابتن فيها كابتن قال لي لا مفيش لما بص لي كده قلت له تصدق بالله يا بيبو انت جبت جول وجريت سبرنت ما جريته وانت بتلعب قال لي يا عم روح ده وقته والله وضحكنا وهزرنا وشوفوا الماتش ماشي ازاي وضحكنا وهزرنا لقيته قام قلت له في حاجه يا كابتن قال لي روح خارج ونزل بقى زكريا بوريك مدى الحب والاحترام المتبادل بيننا وبين بعضينا يعني بتهزروا وبتعملوا مع ذلك في الماتش كله وبنضحك ده انا هحكي لك واقعة بس بعد هحكي لك على واقعة كمان بعد بس انا عايز اسال كابتن ماهر لانه السبب الجري دي ايه فرحان كابتن كان فرحان جدا قبل المباراة كان بيل انطوان صرح ان صعب الخطيب يهز شباكي في المباراة دي فكان في تحدي فطبعا الخطه بتاعت الخطيب الجول العالمي اللي سجله في كان اول جون يجيبه الفرحه بقى الفرحه بقى خليته طبعا ضرب السبرنت لحد السنت قال لي ده من بره للسنت نفس الوقت هو طبعا رد فعله ان التصريح اللي حصل من بيل انطوان ان صعب ان الخطيب يجيب فيه جول في المباراه الجايه فهو هنا بيأكد بيرد يعني. طبعا انت لعبت نهائي الكاس صح نهائي الكاس 1-1 واحنا الكاس بتاع البلينات بتاع ضربات الجزاء كان ماهر ومصطفى فبيأكد بقى طبعا كان ماهر ومصطفى بيأكد ان هو قدر طب انا حواري لحضراتكم جون عالمي ما بيجيش في اوروبا ورينا كده وهيكون جون المرسى التونسي اهو ده مين ده اللي جاب ده جاب طنطا ده ولا ايه يا جماعه الجون ده ده لو جه دلوقتي يا كابتن حمدي كابتن حمدي نوح طبعا هو اللي جايب الجون ده في الزمالك ماتش الزمالك ده ياخد جايزه بوشكاش بتاعه اوروبا والله يا كابتن بتاعه الفيفا يمكن اليوم ده او الكوره دي بالذات انا مش شايف الكوره يا كابتن اسلام الكوره جايه الكوره جايه كده اسماعيل توتو عمل اوفر كده وانا خايف من السيرد باك اللي ماسكني كان سعيد الجدي افتكر اسماعيل يوسف وسعيد الجدي فانا مش عايز امد رجلي قوي انا عايز الحق الكره وهي في الهواء فوق صعب بس مش شايفها ساعه ما هتيجي في رجلي غمضت وقلت يا رب لا والله والله تاني يوم رحت النادي خالد القماش وعماد وكده يقول لي بص يا كابتن احنا هنرفعها لك
واعملها تاني. قال لهم لا خلاص هي مره في الدايره. بس النهارده حمدي دي جواله يا اسلام خد بالك يعني حمدي طبعا مشهور بالحاجات دي بصراحه يعني مش اول مره مش ولدت الصدفه دي دي اللي جوال ديت دي ده ستايل. انا دايما كنت احب يعني العب الحاجات الفريستايل. انا هفكره بجون يا كابتن برضو حمدي لما راح الاسماعيلي اول ما يعني هو الخواجه مايكل حمدي قال له انا همشي فقال له هتمشي ليه يا حمدي؟ قال له انا لعبت شويه 4 سنين في المقاولين 5 سنين ما حدش لا سقف لي ولا غنى لي انا عايز اروح الاسماعيليه الناس تغني لي وتسقف لي. قال له روح مشي. اول ماتش يا كابتن بنلعب بالليل اسماعيلي ومقاولين والله يا كابتن عشان حمدي قاعد وترفع اوفر الله يرحمك يا حازم الصاوي الصاوي كان فاول لا 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 ده مشي حازم وعدى من زمزم وراح عامل اوفر رحت انت عاملها كده ورحت حطيتها كده وجريت على مايكل اللي جريت فيها على مايكل ايوه راح عاملها كده كابتن اسلام على صدره ماتت على صدره وراح عاملها هي اتفت مني انا يعني عدت مني انا يعني انا طلعت جنب ما لحقتهاش راح عاملها كده ببص ورا لقيت حمدي منوت على صدره وراح عاملها جري على مايكل قال له انا حمدي نوح انا والله انا بقول لك بفكره قال له انا حمدي نوح فالاسماعيليه كابتن حمدي في اسماعيليه كانوا بيغنوا لك ايه بقى حمدي يا حمدي يا ابو الله 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 هم الاهلاويه كلهم كده ولا ايه؟ ليه يا كابتن ولا حافظين كل حاجه؟ هو فعلا يعني انا لما لعبت في المقاولين مع جمال وسعيد ومجدي مصطفى وزمزم وناصر الله يرحمه وعبوده وعلاء نبيل ونبيل ابراهيم ايه الاسماء دي؟ بسم الله ما شاء الله نبيل ابراهيم يعني ومجدي درويش وعبد الرازق يا كابتن الصورة دي كنا بره باينة ده في الاستاد القاهرة استاد القاهرة استاد القاهرة قبل ما نلعب الماتش فزي ما كان الكابتن لما رحت اسماعيليه انا رحت اسماعيليه وما كنتش عايز اروح اسماعيليه كنت عايز تروح النادي الاسماعيلي لكن المدرب طبعا نادي كبير وكل حاجة بس انت نفسيا يعني مش عايز مايكل ايفرت كان مدرب انجليزي وبيحب يعمل هو كل حاجة وياخد هو السكسيلي هو فعايز يخلي اللعيبه دي كلها زي الاله بالظبط يتعامل معانا بالاله كره هنا علي شحاته اعمل اوفر للراس الحربه والراس الحربه يجي على عبوده وعبوده روح اعمل اوفر لنبيل ابراهيم شغل يعني انا ما بحبوش ايوه كنا نلعب كده شغل انا ما بحبوش انت عايز يعني الشغل انا عايز استفاد وعايز اسجل واكسب عايز اجيب اجوان ايوه فبروح من اقصر الطرق لكن مايكل عايز واحد راس حربة رايح كده وكده يرجع كده يمين مش انا ما اقدرش الكلام ده فالمهم رحت بيني وبين نادي المقاولين العرب 10 دقايق بالبيت مدينه نصر المقاولين العرب 10 دقايق بعد كده بقيت اروح اسماعيليه كل يوم رايح رايح راجع فكانت عمليه مزعجه جدا لكن قصاد اللي الكابتن ماهر بيتكلم فيه الجماهير طبعا فرق كبير انت حضرتك طبعا لعبت في نادي الاسماعيلي جماهير انا بعد الماتش يقول لي ناس يقولوا لي على كل حاجه عملتها صحيح محمد صلاح ابو جريشه جماهير جميله ورائعه الحقيقه جماهير يا كابتن تخليك تطلع كوره صحيح صحيح يقولوا احنا مش عايزين حاجه احنا عايزين نستمتع صحيح وبعدين كان بيلعب عماد سليمان الله خالد القماش الله محمد حازم علي يونس الله طارق الصاوي حماد فكر الصغير يا نهار ابيض محمود الرومي. حسن حماده الرومي طبعا بسم الله ما شاء الله إيه علي يونس كل جيل يا كابتن ماهر كان ما شاء الله في الاهلي اسماء عظيمه في المقاولين اسماء عظيمه في الاسماعيلي اسماء عظيمه في الزمالك اسماء عظيمه جدا طبعا بالزبط. طبعا ابراهيم يوسف يعني الثالث بتاع كباتن ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه حاجه يعني فعلا الحمد لله غزال وبعدين جهاني رمزي بعد كابتن هاني رمزي بعد كده نفس الستايل واخد بالك فكانت لعيبه ليها قيمه يعني لعيبه ليها قيمه بتلعب الكوره عمري ما شفت ماهر بيضرب حد او بيقول انا لسه بنتكلم انا انا بدعو الشباب يا جماعه اللي ما اتفرجش على هذه الاسماء من فضل حضراتكم خشوا على اليوتيوب واكتبوا الاسماء اللي احنا اللي حضراتكم سمعتوها كابتن حمدي وكابتن جمال وكابتن ماهر وكابتن خالد القماش وكابتن طارق الصاوي وكابتن خطيب وكابتن وكابتن اسمعوا وشوفوا الناس دي الكلام اللي احنا بنقوله انا شفت لحقت شويه من هذه الاسماء العظيمه والاساطير الكبيره جدا يعني فمن فضل حضراتكم خشوا وشوفوا يعني
تعرفوا ان احنا كان عندنا لعيبه وما زال يعني وسيظل دائما مصر مليئه بلاعبيها ولاعبتها واساطيرها الكبار جدا، ولكن في النهايه اسماء مهمه جدا 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 بالنسبه للجماهير يا كابتن. انا عايز اقول لك ان انا كان يوم الثلاث بصراحه يعني النهارده زي النهارده وهنلعب الجمعه، انت عارف احنا كنا يعني زي دلوقتي كل ثلاث ايام، لا احنا كنا كان اسبوع كامل يعني. فتخيل اسلام ان انا من يوم الثلاث بقعد افكر على افكر انام واحلم بالنجم اللي حلم عليه. يعني حمدي نوح، طب حمدي نوح طب حامل معاه ايه؟ واخد بالك؟ طب اقطع قبل ما تجيله ولا استنى؟ على الرغم من هو كان صاحبك جدا جدا لكن انا طبعا عارف امكانياته وعارف ان الغلطه السرحان دقيقه ها هجيب من جوه. لان بصراحه كابتن مصطفى يونس كان عنده كابتن مين؟ مصطفى يونس. كابتن مصطفى يونس كان ياخد الكره بعد ما يقطعها يزقها قدامه 2 3 متر ويبص قدام، كانت عنده دي كابتن مصطفى، فكانت تبقى الكره طويله شويه يستلمها ويبص لا يزقها ويبص لقدام زي بيكن باور بيقلد بيكن باور. اوكي. فانا لحقت قاعد مع اصحابي قلت لهم بصوا مصطفى يونس ده انا لازم اخلص على مصطفى يونس. راح خد منه الكوره صح؟ قالوا لي ازاي وبتاع، قلت لهم بصوا بيزق الكوره ويروح باصص، انا هخطف واروح على ثابت واحط الكوره جوه وارجع ابطل مصطفى يونس. ماتش الكاس ده ماتش الكاس نهائي الكاس. المهم حصل كده يا كابتن بالظبط، لا ثابت شالها. ايوه مصطفى بيعمل كده وانا رحت جاي خطفتها وجريت، لقيت مصطفى جاي ورايا وماهر جاي ورايا كده. حتى عندي صوره كده نفس الحكايه وثابت شالها. فانا دخلت على خط ال 18 فانا قلت ايه ولا وشايف ثابت طالع تمام، فقلت احط وش رجلي في المقص الشمال. الحمد لله يعني ربنا وفقه ثابت البطل. كان هنبقى 2-0 يا ثابت. كنا هنبقى 2-0 كان محتاج الماتش ده، كنا كسبانين 1-0 ثابت اليوم ده نهائي الكاس ده كان محتاج الماتش. حضرتك راح عامل ايه ثابت؟ عمل كده جت في ايده الكرة راحت خبطة في ايده هنا وعدت من فوق العارضة. فخلصت الماتش وبتاع وبعدين قابلت ثابت. لا خسرنا بضربات الجزاء. خسرنا بقى وخلاص ضربات الجزاء. قابلت ثابت الله يرحمه، اوضة اللبس بتاعت النادي الاهلي ما كانش فيها مية. المية قطعة فجم يستحموا عندنا. والله ايوه صح. دخل معايا ثابت وبعدين قلت له مبروك يا ثابت، تصدق بالله يا ثابت. قال لي يا حمد، قلت له انا متضايق قوي 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 بس انا مبسوط عشانك. لا والله كابتن كان محتاج المباراه. هو قال لي صح. طب قبل بس ما اسمع من الكابتن ماهر ومن الكابتن جمال انا دلوقتي كابتن اسامه حسني طبعا لسه باعت لي بيسلم عليكم جدا 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 وبيشكركم طبعا على الكلام الجميل ده، وبيقول لك يا كابتن حمدي احنا ده مطلب جماهيري بقى عايزين عايزينك تغني حمدي يا حمدي يا ابو العيون السود يا حمدي. طب عايز ملحن. انا تارارارا يعني ثلاثه ديفنس وفيرود وملحن. خلي بالك انت مش هتعرف تعدي. هقول ثلاثه هقول يا كابتن حاطين. لا انا هقول لك حاجه تاني. هنلاعب نهائي الكاس. طب قبل نهائي الكاس هتغني لنا ولا لا؟ بعديها بعد نهائي الكاس. اوكي اتفضل. فروحنا نصلي نروح السيدة نفيسة. تمام. انا ومعايا اولا اولا السوداني السوداني الملعب حكايه. المهم ايه خلصنا لا احنا رايحين بنركن العربيه الاقي مين جنبي؟ مين؟ محمود الخطيب. فعلا كنا كلنا بنزور هو بيزور راجع يركب عربيته وانا ركنت جنبه. فنزلت يا بيبو. اتفاجئت طبعا ان بيبو موجود. ما عرفتش اقول له يا ماهر. قلت له بيبو بكره هنكسركم. بص لي بيبو كده قال لي ان شاء الله وبتاع. رحنا تاني يوم اتدغدغنا ومشينا كسرنا ضربات الجزاء. انت عارف انا عشان ما يهربش مني بس بلعب عليه على طول. واخد بالك انت مراقب على طول يعني. بص تعليقاته بقى يا رب استر احنا مهاجمين كرة مثلا هو واقف جنبي هو واقف جنبي سامع انا بقى
الخطيب مثلا ايه استلمها، وهو اول ما الخطيب بيستلمها هو تطلع منه بقى تلقائيه كده، يا رب استر يا رب استر. طبعا ما مش عايز يتغير. يعني من ضمن التعليقات اللي كنت بسمعها طبعا من غير هو، وطبعا والنجوم الكبار يعني النجوم الكبار خايفين وقلقانين مش عايزين يخسروا، وبعدين حاسس بقى ان الكره هتروح للخطيب. عارف ان الكره دي يعني مش هتعدي اليوم ده، فرص كتير هيقدر يجيبها. تعليقات جميله يعني انا سامعه طبعا. بس غنينا الاول عشان نروح لكابتن جمال. غني بقى كان مولين واسماعيلي. غني مولين واسماعيلي لما غنوا لك في الدرجه الثانيه في الاسماعيليه. ففعلا لما رحت الاسماعيليه لقيت الجماهير. ايوه جماهير زواقه. حتى محسن عبد المسيح حبيبي كابتن محسن عبد المسيح نجم كبير. قال لي حمدي نوح يا كابتن حمدي انت خدت الجمهور مننا والله. قلت له محسن خدت كانوا بيغنوا لك ايه بقى؟ انت عايز برضو الاغنيه دي. حمدي يا حمدي يا ابو العيون يا سود يا حمدي حمدي. اول ما انزل يا كابتن اسمع الكلام ده تلاقي ايه؟ تلاقيني كده مش ما بقتش طبيعي والله. وبعدين محمد صلاح ابو جريشه كان قاعد في المدرج درجه ثالثه. فقال لي كابتن حمدي كان دايما وانا قاعد في درجه ثالثه في واحد واقف ورايا عمال يكلمك وانت في الملعب يقول لك يا حمدي تعالى كده شويه، طب انزل شويه، طب روح كده شويه. قال لي مره الكوره جات لك وبتعمل كده راح شايط في ظهري. كابتن جمال الحكاوي الجميله اللي بنسمعها من حضراتكم دي اعتقد ان هي لو في شباب قاعدين بيتفرجوا علينا هيبقوا بيعلموا تماما ان كره القدم زمان تغيرت عن دلوقتي بشكل كبير جدا. طبعا اللي اتغير يا كابتن كمان الحاجه اللي الواحد الشباب لازم تعرفها دلوقتي. احنا السبب الرئيسي في مكسبنا افريقيا ورا بعض جمهور مصر العظيم لازم ياخد حقه. طبعا يعني يا كابتن من ضمن الحاجات الجميله اللي لازم تتذكر في برنامجك ده جمهور مصر اللي وقف ورانا في المول العرب لغايه ما خدنا كاس افريقيا الاول والثاني. ايوه هو الجمهور. ما طبعا يا كابتن ما هو ما تزعلش مني، هو بدون جمهور هتعرف تكسب كاس افريقيا. ما انا بقول لحضرتك يا كابتن يعني احنا لعبنا تحت ضغط 100,000 و80,000 و70,000 وفي افريقيا. لما جينا مصر يا كابتن نلعب الماتش العوده بنلاقي المدرج فل بالامانه. زادت برضو علينا الحاجه دي او ما قلقناش منها من ماتشات يا ماهر الاهلي والزمالك لما الملعب بيبقى مليان. دلوقتي انا بشفق على اللعيبه دلوقتي اللي بتلعب من غير جمهور. صح لما صح بتيجي تلعبها تحت ضغط في افريقيا في دوري بتلاقيهم يا كابتن مش عارفين يعملوا ايه. الحاجه الثانيه واللي انا برضو حابب اسيرها في برنامجك الطيب دوت، احنا طلعنا يا كابتن اسلام 78 دوري ممتاز ثلاث سنين ورحنا كابتن حمدي واخدين افريقيا والدوري. ايوه ورحنا واخدين افريقيا والدوري. لما خدنا افريقيا خدناها قبل ما ناخد الدوري. ايوه يعني احنا خدنا افريقيا 3-12 82 31-5 83 خدنا الدوري. ادي الفرقه العظيمه. بص الجمهور وراها عامل ازاي. ده ماتش كابتن، ده ماتش النادي الاهلي بتاع الدوري. ده بتاع الدوري. ده بتاع الدوري. ده بتاع الدوري يا كابتن. ده انا فاكر يا كابتن. شوف طبعًا الملعب يا كابتن. طبعا ربنا يديك. ده ماتش يعني ده ماتش النادي المقاول. ده الجمهور ده يا كابتن كان يحمسك على الرغم ان هو ضدك ولكن كان بيحمسك. كابتن احنا بننزل نلعب عشان الناس دي يا كابتن. احنا كنا بننزل نلعب يا كابتن اسلام عشان خاطر نمتع الناس دي. دلوقتي يا كابتن مفيش شياكه يعني. يعني احنا نبيل عمار، عبوده، جمال، انطوان. فالمهم يا كابتن اسلام انا بقول لحضرتك احنا وصلنا للي احنا فيه ده بسبب جمهور مصر العظيم. طبعا للامانه. طبعا الحاجة التانية يا كابتن. انا يمكن ناديت في كذا حلقة وفي كذا قناة عايزين نشوف يا كابتن اسلام مقاولين عرب جديد. يعني انا من خلال برنامج بقول تاني عايزين يا كابتن ماهر نشوف صح. دي فرقة المقاول عرب يا كابتن سنة 79. دي يا كابتن فرقة المقاول عرب سنة 79. يعني ما شاء الله لعيبة كانت فطاحل معانا. حمدي سكلة. كابتن حمدي نوح بص واقف في النص اهو. والوحش كابتن اطول واحد. ما باين انت كابتن. كنت هتقول في النص يا كابتن. المهم يا كابتن اسلام كنت حابب ان انا اتكلم واتكلمت وربنا كرمني ان انا اقولها في برنامجك. اتفضل يا كابتن.
عايزين نشوف معولين عرب جديد. تمام. الامكانيات المدككه الوقت والنجوم، عايزين نشوف مقاولين عرب، ولا انت مش معايا؟ ماشي معاك، نشوف مقاولين عرب جديد. في مدرب كويس كابتن شاوة غريب. لا انا مش بدور على النادي عندنا، امال على ايه؟ بتكلم على النادي عندنا. بتكلم على ايه؟ بتكلم على ان احنا لما طلعنا مقاولين عرب خدنا افريقيا وخدنا الدوري. عايز تشوف بقى، عايزين نشوف مقاولين عرب جديد. الامكانيات والنجوم المدككه في الفرق، مع احنا كنا كابتن 18 لعيب، 22 لعيب مع الخواجه. ال 22 لعيب دول يا كابتن خلاص مستر مايكل ركز عليهم، خدنا معاه اربع بطولات ورا بعض. ماشي. النهارده الامكانيات يا كابتن اللي موجوده، وصلتك رسالتي؟ طبعا. الامكانيات الموجوده والنجوم يا كابتن حمدي الموجوده، عايزين نشوف مقاولين عرب جديد بياخد افريقيا زينا، بياخد دوري زينا. يعني انا مش عايز اسمي انديه، بس خلاص دلوقتي في انديه يا كابتن، في سيراميكا، في فاركو، في بيراميدز، في ايه تاني يا كابتن؟ في الشركات. انديه شركات معاها فلوس، في ام بي، في ام بي، عايزين نشوف مقاولين عرب جديد. ادي الرساله، انا مش بكلم على نادي عندنا، لا انا كجمال سالم عايز اشوف مقاولين عرب جديد بياخد دوري وبياخد افريقيا وبيلعب نهائي. ايوه كابتن، احنا من 82 ل 85 خرجنا من افريقيا، الاهلي دخلنا افريقيا والاهلي اللي خرجنا من افريقيا. يعني الاهلي هو السبب في دخولنا افريقيا. ماتش الكاس بالظبط، ماتش الكاس الاهلي خد دوري وكاس، احنا دخلنا تاني يا كابتن اسلام. 84 طول عمرك خرجنا من الكاس، ماتش 0-0 وماتش 1-1. يعني شوف سبحان الله، الاهلي اللي دخلنا والاهلي اللي خرجنا. فبرضه يا كابتن انا عايز اوصل برضه رساله اتفضل للاعيبه الكوره، يا جماعه انتوا بتلعبوا كوره بتمتعوا الناس، ما تعوروش بعضيكم، انتوا بتعوروا بعض مش بتلعبوا مع بعض. انا لسه بتكلم مع حضرتك قبل الهوا، مفيش اتنين زمان كنا بنطلع جامب ماهر، قد تكون حماسه اكتر يا كابتن بتاع كابتن. انا دلوقتي كل اتنين بينطوا يا كابتن اسلام بيقع، والدكاتره بتنزل والعلاج ينزل. ليه؟ عشان الدكاتره تشتغل. لا يعني يا كابتن انا بدور، يعني احنا زمان يا كابتن اسلام ما كناش بنعور بعض، بنخاف على بعض. الله يكرمك. الفارق كبير جدا جدا في كل شيء زمان كان دلوقتي الامور مختلفه. دلوقتي السوشيال ميديا خلي بالك مغيره حياه كل حد وكل الله ينور عليك. خلي بال حضرتك ده موضوع مهم جدا، لكن خليني اطلع فاصل اخير، وبعد هذا الفاصل ارجع اكمل هذه الذكريات الجميله جدا. ولكن بروح لكابتن ماهر شويه، الاجوان اللي بيجيبها دي وهو مدافع مش عارف بيعملها ازاي، بس ماشي. فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كابتن كابتن ماهر كان مدافع انيق بيعمل كل حاجه، ولكن في نفس الوقت كنت بتجيب اجوال. هو طبعا اجوال مش يعني قليله، يعني جول واحد يمكن في كاس مصر في دور الثمانيه ضد السكه حديد، و سمير بقى بيجيب لنا يعني كورنر واتعمل شفر احمد عامر اوفر. لا ده من الناحيه الثانيه بقى اسلام، ده ده لو تفتكر حمدي ده منتخب مصر افتكر. لا ده النادي الاهلي. ده النادي الاهلي. النادي الاهلي. ده جمال عبد الحميد، جمال كان نفس الستايل بتاع شبه بالظبط. فالنهارده كانت الناس اثبت كانت بتتلخبط بينكم. احنا لغايه دلوقتي بنتلخبط بينكم. طيب كابتن حمدي كان مين دايما اللي بيقول لك خدته من الجمهور هناك؟ محسن عبد المسيح. والله اشمعنى بقى؟ كنا بنرجع سوا من اسماعيليه على القاهره. فقال لي يا كابتن حمدي دي انت جيت لغيتنا خالص. هو كان اصغر ولا اكبر منكم؟ لا كان معانا. كان يعني، بس هو جيل اصغر اساسي. يعني ولا جيل لا أكبر. اصغر سنا. لكن كان لعيب اساسي، محسن لعيب كبير. كابتن محسن طبعا نجم كبير، حاجه جميله. يا كابتن محسن ازاي حضرتك؟ الله الله الله. اهلا كابتن اسلام. ازيك يا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ بخير الحمد لله. كابتن حمدي نوح بيسلم على حضرتك، كابتن جمال بيسلم على حضرتك، كابتن ماهر بيسلم على حضرتك لو شايف الحلقه يعني. تحياتي على المنتدى الجميله كابتن حمدي وكابتن ماهر همام وكابتن جمال، طبعا من يعني عباقره الجيل بتاعنا الثمانينات الحقيقه. كابتن قول له انت الباك ليفت الرابع بقى دلوقتي. ايوه كده احنا لما جاي كابتن اربعه خلاص. منور يا كابتن محسن، والحقيقه سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، والنهارده الحلقه كلها الحقيقه يعني ذكريات جميله جدا. فكابتن حمدي قال كابتن محسن يعني واحد من الناس المحترمه جدا واللي دايما بنتقابل خلال الفتره الاخيره،
اهم الذكريات برضو والايام الجميله دي يا كابتن، لانه زي ما حضرتك عارف احنا بنحاول نقرب الناس كلها من بعض، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي ونادي المقاولين والترسانه وكل الانديه الجماهيريه، لانه في النهايه بكل احترام وبكل ادب كلهم الحقيقه كل واحد فيكم له فضل كبير جدا جدا في ناديه الجماهير اللي هو بيلعب فيه. الحقيقه يعني احنا نعتبر محظوظين، سواء كابتن محمد نوح او انا او اي حد بتاعنا جيل الثمانينات اواخر السبعينات. أيوة. لان احنا كنا جيل الحقيقه يعني مميز، كنا بنلعب كوره جميله، كنا بنمتع كده المواهب ونمتع جمهورنا. نعم. لدرجه الاسلام ان احنا لما كنا بنتغلب من الاهلي او من الزمالك الجمهور ما كانش بيزعل. صحيح. وكان بيحيينا بعد المباراه لان احنا امتعناه كوره الحقيقه. وطبعا عندك سفر افريقيا طبعا كابتن ماهر تمام، دول كان خط الدفاع بتاع النادي الاهلي ده يعني حصن منيع الحقيقه، صعب ان احنا كنا بنخترقه وكان بيبقى ماتشاتنا يعني صعبه جدا مع النادي الاهلي الحقيقه. وزي ما انا سمعت كابتن جمال سليم وهو بيقول سنه 84 النادي الاهلي دخلنا وخرجنا، احنا حصل كده في 85 كاس مصر، احنا طلعنا 1-0 نهائي مع النادي الاهلي كسبنا، وكان ماتش غريب جدا يعني اوقات يعني اياميها كنت تسال رجل الشارع حتى الاهلاوي يقول لا النادي الاسماعيلي ربنا يستر، لان احنا كنا في المستوى بتاعنا للاسف، دي حقيقه ربنا ما كانش يعني يوفقنا الحقيقه، وقدرنا ان احنا نخش بطوله افريقيا وبرضه خرجنا تعادلنا 6-6 مع النادي الاهلي في استاد القاهره، وتعادلنا 1-1 في ماتش غريب جدا جدا يعني النادي الاهلي كان مش ممكن ان هو كان يخرج بنقطه من عندنا، لدرجه ان هو بعد ما تعدوا معانا جالنا بينالتي في اخر الشوط الاولاني، كابتن حمدي نوح كان موجود مع اعتقد محمد سعد كان هو اللي عمل البينالتي، جت على ايده في اخر تقريبا الشوط الاولاني، ودخل عماد سيدنان ضيع بينالتي اغرب ما يكون، عماد البينالتي الوحيد كابتن عماد ما بيضيعش ضربات جزاء، ما بيضيعش ابدا، ايوه صح انا عارف ربنا مرتب كل حاجه، لان بعديها على طول حصل الفجعه الكبيره ان راح مننا اثنين من اخواتنا كابتن محمد حازم اللي ثانويته يوم الجمعه اللي جايه 35 ان شاء الله، وكابتن علي اغا الحقيقه اثنين كان صعب ان احنا نلعب النهائي، وكان ربنا مرتب ده الاهلي ياخد لثالث سنه الكاس ده ويحتفظ للابد ان هو اللي يلعب التاني. سبحان الله، هو اللي مرتب طبعا يعني ده يعني. لكن بنحمد ربنا طبعا على كل حاجه، وارجع تاني اقول لك ان جيل الثمانينات مش بس الاسماعيلي، انت عندك المنصوره الاتحاد الاولمبي طبعا المصري طبعا طبعا دي برضه كبيره طبعا حقيقي من الاجيال العظيمه جيل الثمانينات كل الانديه، رغم قوه النادي الاسماعيلي وقتها لكن ما قدرناش ناخد بطولة جنب الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك كمان كان الحقيقه عندهم لعيبه برضو يعني جامده جدا. الحقيقه يا كابتن محسن اللي احنا بنسمعه ده لانه بالفعل كان جيل الثمانينات في كل الانديه، وكانت معظم الانديه اللي كانت موجوده كلها كانت انديه جماهيريه، او معظم الانديه كلها كانت جماهيريه، لانه هو ده اللي احنا عايزينه. الحلقه النهارده يا كابتن محسن بوجود اسطوره كبيره زي كابتن محسن عبد المسيح، اسطوره النادي الاسماعيلي، واحد من اللعيبه اللي لعبوا في الاسماعيلي اوقات طويله جدا جدا وعملوا انجازات كبيره جدا مع النادي الاسماعيلي، فانا بشكرك جدا يا كابتن محسن، ودايما دايما على تواصل، وبنشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الكلام المحترم وهذا الكلام الجميل، شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن محسن عبد المسيح، يعني كلام محترم جدا الحقيقه. انا بس هضيف بعد اذنك. اتفضل يا كابتن. اتفضل. الحته اللي انت ختمت بيها. سنه 82 يا كابتن. كان كل نادي وماهر وحمدي عارفين. 82 تروح المنيا فيها 20 نجم يا كابتن. فيها ايه؟ 20 نجم. طبعا كابتن محسن. تروح المنصوره فيها 20 نجم. تروح الاتحاد فيها 20 نجم. تروح اي نادي مفيش بقى شركات بقى مفيش فرق ولا الكلام ده زي الوقت تمام. كان كله انديه جماهيريه صحيح. تخش يا كابتن الملعب بص جسمك اتهز من الجماهير. كان المقاولين هو النادي الوحيد اللي يعتبر شركه، احنا بس اللي في الثمانينات كنا الشركه صحيح. بس انا بقول لحضرتك نروح نلعب في المنيا 20 نجم يا كابتن اسلام بيسكنه. يعني اللي يجيب بونت في الوقت ده
اسال الكابتن ماهر وحمدي يجيب بطل اللي يجيب بونت في الوقت ده من مينيا من منصوره من الاتحاد من كولومبي من كروم يبقى بطل يا كابتن. فبالتالي كنا نجوم، كانت الفرق كلها نجوم. الحاجه الثانيه يا كابتن والجميله بنعرف يعني نحاكي بعض في الملعب، يعني بنعرف يا كابتن ماهر كابتن اسلام نحاكي بعض في الملعب. يعني حمدي يجي يقول لك جميله سالم اول ما نجيب جون انا هجي لك على طول. يا كابتن حمدي جاب جون الاقي جري جري وجالي وجالك انت ابو الجيم، اقول له خلاص الماتش 1-0 فعلا. يجي لي جري يقول لي اوعى يا جمال، اقول له الكور الطويله والعاليه خلاص والحاجات دي لا بيضيع وقت يعني 1-0 والله العظيم. لدرجه يا كابتن يمكن الحاجه الجميله اللي انا حابب اقولها برضو وحمدي موجود معايا، احنا بنلعب في الاولمبي وعايزين ناخد بونت في ملعب الاولمبي مع الكابتن عبد الصالح الله يرحمه الله يرحمه. فالكوره جت في السنتر فاول، انا بحط الكوره واخد وقتي واعمل كروسي لحمدي طبعا اعمل كروسي العبوده زي ما انا عايز. فلقيت حمدي واقف جنبي قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له اعمل اوفر. قال لي باصي، رحت مديله الكوره كده راح عاملها كده برجله الشمال وراح عاملها باليمين يا كابتن في التسعين في حليمه. قال لي قلت لك قال لي قلت لك العب. وفعلا كنا بنحاكي بعض، بنعرف نكلم بعض يعني بصراحه طبعا. يعني على المتغمض يا كابتن امشي بكره اعملها كده، عارف ناصر هيروح للكوره هروح اعمل كده اعملها كده عبودها. كنت بتقلق يا كابتن ماهر من الجيل ده في المقاولين؟ طبعا لا بصراحه ماتشات المقاولين والاهلي يا اسلام كانت زي ماتشات الاهلي والزمالك عليك والاسماعيلي برضه والاسماعيلي طبعا والمصري والاتحاد كله زي ما جمال الفرق كلها حاجه لا حاجه فيها نجوم. حاجه في منتهى الصعوبه بصراحه يعني الصور اللي انت شفتها دي يا اسلام، شوف بصراحة أكتر من 18 20 لعيب في المقاولين كلهم مميزين، كلهم نجوم كبيرة بصراحة أجسام ولياقة. وراجل مايكل ده كمان قدر يعمل منهم بصراحة تيم بس ما استحملناش يا ماهر بس هو احنا الراجل مش متعودين. الراجل استغلهم زي ما حمدي قال خد كل اللي عايزه في 4 سنين. حمدي مع الأسف يا إسلام ما بيحبش التدريب فطبعا مايكل كان صعب قوي. انجليزي بقى انت عارف شغل الانجليزي عايز ايه الكوبر تيست والاختبارات والمقاييس وطبعا دي افريقيا كابتن حمدي حمدي من النوع اللي هو يا اسلام عايز ايه يعني عارف انت يموت في التقسيمات العدل التقسيمات والحاجات الجميله دي. انا مش بتاع جري بقى وبتاع كمان. طب انت دلوقتي يا كابتن حمدي لو شفت كده تعمل يعني لو جالك راس حربه بنفس المواصفات اللي الكابتن ماهر بيتكلم فيها على حضرتك وانت مدير فني كبير وعايز وماسك المقاولين العرب، تبقى هتمرنه ولا مش هتمرنه؟ لا هي الدنيا اتغيرت. التدريب طبعا مفيد جدا طبعا لكن في حاجات يا كابتن في سرعه السرعه دي في موهبه يعني يا كابتن حمدي في سرعه بديهه في سرعه محمود الخطيب في التوافق عنده سرعه التوافق عنده سريع جدا عارف هو الكوره جايه هيعمل ايه في انا اقل منه شويه في غيري اقل منه. السقف بتاع سرعه رد الفعل عند محمود الخطيب تحس ان هو بيعمل حاجات يعني الكره اللي خطفها من قدام عادل الكل جمال دي بتدل على ان ده لاعب عنده سرعه فكر قطع سرعه فكر ان هو يلحق صحيح. فهي العمليه لا هي موهبه او كل حاجه ولكن دلوقتي التدريب برضو التدريب مهم اصبح اللاعبين مصنوعين اكتر تيالي انت بتقدر تصنع لكن التعود اوكي نمرة واحد بالنسبة للعيبة الناشئين دي انت تبدأ تشتغل مع العقلية بتغير العقلية بتاعته أوكي. لما اشتغلت مع محمد صلاح والمجموعة دي لما رجعت انا رحت فرنسا اشوف بيعملوا ايه لفرنسا للناشئين أوكي. رحت مركز كرير فونتين قعدت فترة فيه اشوف بيعملوا ايه للناشئين. اعداد للناشئين شفت زين الدين زيدان جريز تيري هنري شفت صورهم وهم 12 سنه يجيبوهم في المركز وهم 12 سنه اوكي يمرنوهم 4 سنين مع المدرب تمام يديهم كل شيء يعدوهم اعداد جيد اوكي بدني وفني وكل كل شيء. حاجه مع تغيير العقليه من البدايه تمام. ان دي مصلحته تمام
خلال الثلاث سنين او الاربع سنين دول السماسرة بيتابعوا اللعيبه وياخدوا منهم بقى يودي. ياخدوا منهم باريس سان جيرمان اوكسير فيعدوهم اعداد جيد جيد بالتدريبات اللي هي التخصصيه ده بالنسبه للناشئين بالنسبه للناشئين اوكي واخد بال حضرتك ففعلا بقى الاعداد المشكله بتاعتنا هنا في الاحتراف ان الاحتراف دخل بدون الاساس بدون الاساس صحيح ده صح واخد بالك مان غير القاعده تحت صحيح شغل القاعده تحت بالنسبه عايز اقول لك حاجه اسلام اتفضل واحنا في منتخب مصر هقول لك على اسماء حاجه غريبه تلعب مين ولا مين ولا مين صح اتفضل حمدي نوح مسعد نور علي خليل حسن شحاته يا نهار ابيض الخطيب بقول لك حاجه خيالية. كان ايه اللي بيحصل بقى بيعمل ايه لاعب مين ولا مين ولا مين ولا مين فمره هنلعب زامبيا منتخب مصر هيلعب هو جه قال لي بقول لك انت مش هتلعب انت مش هتلعب فقلت له ليه قال لي الكابتن فؤاد صدقي فاكر يا حمدي سنه كان 82 او 83 هنلعب زامبيا بعد كده هنروح كاس الامم الافريقيه 82 في نيجيريا فقال لي خد بالك الكابتن فؤاد صدقي بيحب اللعيبه المهاريه وهو شايفك في البول كنترول انت مش مسيطر قوي حلو في التدريبات يعني ماشي وهو عايز يلعب مصطفى يونس وابراهيم يوسف ايه ده الاثنين مع بعض ما ينفعش لا صعبه دي فقال لي خد بالك كابتن فؤاد صدقي انت مش هتلعب الماتش بتاع هناك بتاع زامبيا اللي هنا في مصر قبل ماتش زامبيا كان في نوتنغهام فورست افتكر حمدي منتخب الاهلي والزمالك وفعلا عملنا منتخب اهلي وزمالك كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه هو اللي كان بيدير المباراه دي ايوه وفؤاد صدقي اداله توصيات اعمل كذا 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 يلعب ابراهيم ومصطفى واخد بالك ولو انت احتجت مار همام ممكن بس تغضب. ابراهيم ومصطفى ازاي دي صعبه قوي هو بقى كابتن فؤاد صدقي كان بيحب الكوره الشيك اللي هو اللعيب المهاري يعني اللعيب المهاري فحمدي جه خبرني قال لي خد بالك عملت ايه بقى؟ ولا حاجه انا كنت طبعا متضايق جدا المهم نوتنغهام فرس كان كسبنا في استاد القاهره 2-0 طبعا فكابتن ابو رجاله كان ذكي جدا كابتن فؤاد صدقي قال له قول لمار همام يلعب الشوط الثاني او يعني يجهز للشوط الثاني فجالي كابتن ابو رجاله قلت له لا مش هلعب يا كابتن فقال لي ليه؟ قلت له لا كابتن خلاص يعني هو بدا بمصطفى وابراهيم وبدا بيا انا واحد في الاثنين فيعني اتاثرت وزعلت كده فقال لي بقول لك يا عبيط انت هتلعب على فرانسيس متباع ب 750,000 جنيه استرليني احسن لاعب في اوروبا دلوقتي فانت النهارده لما تنزل الشوط الثاني تقطع منه واحده شوف الثاني يوم الجرايد هتكتب لك في التاريخ بالظبط كده هتكتب عنك هيجي لك فلوس كمان سبحان الله كابتن كان بيتلعب لمنتوه من دي في برضه من الذكريات الحلوه الجميله انا وحمدي كنا في الكونغو مع الكابتن عبده صالح الوحش منتخب مصر بالليل النطره نطرت يا كابتن الايه؟ بالليل الدنيا نطرت بالليل الملعب غرق بالليل حلو الكابتن عبده صالح الوحش عمك الكابتن عبده فاحنا كنا سبعه ثمانيه من المقاولين في المنتخب حلو فسافرنا مع المنتخب فهنلعب مع الكونغو تاني يوم اما وصلنا يعني وكده وهنلعب فالملعب مليان ميه والكابتن عبده صالح جاله خبر ان الملعب مليان كله ميه فراح بعت لحمدي نوح الاول قال له يا حمدي الملعب كله مطره وميه هتقدر تلعب قال له يا كابتن انا اتخلقت ما العبش الا في المطر والمستنقعات انا عايز العب وجه عليا انا يا كابتن قال له طب ابعت لي جمال سالم رحت له قال لي يا جمال الملعب كله ميه وهتشوط الكره هتقف قدامك قلت له يا كابتن انا هكلمها اقول لها روح بعيد جمال نزل 10 دقايق في ماتش لا ده كاميرون او نيجيريا لا في نيجيريا في نيجيريا انما في الكونغو نزل 10 دقايق كابتن ما لعبتش الماتش ده لا هو بيتكلم على المقاولين لا منتخب كونغو منتخب كنا سبعه من المقاولين قلت له يا كابتن انا هكلم الكوره نزل 10 دقايق لا روح نزل 10 دقايق وقع اربع مرات عشان الماتش يخلص يا كابتن اخيرا عشان الوقت بينتهي وهاخد كلمه من كل واحد من حضراتكم لانه الشباب اللي بيتفرج على حضراتكم انا جاي لي مسجز كتيره جدا جدا يعني بتشكركم على هذه الحلقه ولو عايزين تقولوا حاجه للجمهور في مصر للفتره القادمه
لانه احنا في فتره صعبه جدا يا كابتن. صح يا كابتن. هو انا بالنسبه لي انا بقول حاجه، انا بقول ان عندنا في مصر في القاهره 174 مركز شباب. ايوه. اذا لو حضرتك خدت من كل اربع مراكز شباب لاعب بقى عندك 40 لاعب. بس هيبقى عندك 40 لاعب ايه؟ 100 100. سوبر. سوبر. ممكن يكون كلهم بيلعبوا نص ملعب، ممكن يكون كلهم بيلعبوا فراوده، ممكن. لا مش مش هي دي. اماكن مختلفه. انت بتنقي النوعيه. نوعيه اللعيبه. زي ما فرنسا بتعمل كده. اه. ينقوا النوعيات الموهبه والمهاره ويحطوهم مع بعض. تمام. وده ناقصه كذا يكمل، وده ناقصه. فهو عندنا مواهب. بس المهم نغير فكر اللاعب. صحيح. اعرفه ان ده مستقبله. يعني محمد صلاح قلت له يا ابني بكره باذن الله تعمل بيت لوالدتك، تبني بيت لوالدتك، الكوره هتجيب لك كده طبعا، وهتعمل مستقبلك. بيتواصل معاك؟ بيتواصل معايا والله. وبابا لسه مكلمني امبارح، والده والله. والله. بيعملوا خير كتير. ناس محترمه جدا. بيعملوا خير كتير جدا. محمد بيعمل خير كتير. ربنا يبارك له ويديله الصحه يا رب. كنت بوصي والده على مدرب كان بيمرن صلاح اسمه فرح عويضه. فرح عويضه. ده من طنطا. ومحمود عويضه. دول كانوا بيمرنوا صلاح وهو عنده 10 سنين. فانا اتصلت بابو صلاح امبارح قلت له النبي تبقى تخلي بالك من كابتن فرح لانه مريض و ما بيقدرش يتحرك. لا في الحاجات دي ما اعتقدش ان هم الناس دي بيساعدوا. عمرنا ما حد كلمهم في حاجه ولا عمل حاجه الناحيه الثانيه ناحيتهم يعني. وما والنني برضو ولد كويس. والنني محترم جدا. جدا جدا يعني. ولاد كويسين جدا. يستحقوا الحقيقه كل التحيه وكل الاحترام، ودائما يكون لهم دور. كابتن جمال برضو في اخر الحلقه انا برضه عايز اقول حاجه للجمهور. انا لسه كنت الحمد لله ان انت فتحت الموضوع ده يا كابتن. يعني انا ببلغ رساله مني انا لجمهور مصر العظيم. مش جمهور الاهلي والزمالك. لا طبعا جمهور مصر كله. لجمهور مصر العظيم، اللعيبه، الولاد اللي بيلعبوا دلوقتي، الولاد اللي طالعه لسه في مبتدأ في مقتبل عمرها. ايوه. محتاجين لكم في المدرج. الجمهور، انتوا الشباب اللي في الملعب دلوقتي محتاجين لكم تبقوا في المدرج. انا زي ما قلت في اول الحلقه، احنا اللي نفعنا جمهور مصر العظيم اللي كان بيملى الاستاد. صحيح. ما بقتش حاجه غريبه علينا يا كابتن اسلام. صحيح. دلوقتي انتوا هتلعبوا في وسط 20 30 40 الف، اللعيبه دي بتبقى شايله هم الناس اللي في المدرج. صحيح. فانتوا اللي هتساندوا الولاد، والولاد دي انتوا تيجوا عشان يسعدوكوا ويمتعوكوا. كابتن ماهر. طبعا انا سعيد النهارده طبعا ان شفت حمدي وجمال وطمنت عليهم، ودي رساله طبعا لكل الناس ان فعلا علاقه النادي الاهلي يا اسلام بكل الانديه من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، علاقه حميمه. لو كابتن محسن عبد المسيح برضه ودخوله معانا تورثناها من رؤساء الانديه السابقه. صحيح. لحد طبعا الكابتن محمود الخطيب واللي بيقدمه لمنظومه النادي الاهلي. عايز اقول اسلام، اتمنى السنه دي يبقى الفير بلاي في كل حاجه. نعم. الروح الرياضيه، في الاخلاق، في عدم التعصب طبعا، السوشيال ميديا والنقد، والنقد يكون مش هدام، النقد يكون بناء. صحيح. مهم جدا ان احنا نبدا موسم ان شاء الله فير بلاي في كل ما نتخيله اداريا وفنيا وجماهيريا، عشان نرتقي في الاخر يا اسلام. كله بيعود على منتخبنا، اللي احنا كل الشغل ده اللي احنا بنعمله عشان منتخبنا ان شاء الله يرجع لمكانته الطبيعيه. واتمنى ان شاء الله باذن الله ان الموسم ده، وهو باين من بدايته، ان هيكون من اقوى المواسم اللي موجوده في الكره المصريه. شكرا جزيلا لحضراتكم، شرفتوني ونورتوني. شكرا. كابتن حمدي، كابتن جمال، كابتن ماهر، بجد من احلى الحلقات اللي واحد عملها. وبالمناسبه النهارده ما كانتش حلقه، هي كانت رساله لكل جمهور مصر. التعصب اعمى، لا تنظر الا الى فريقك. زي ما حضراتكم شايفين كانوا بيبقوا اصحاب بره الملعب، ولكن جوه الملعب كل واحد نفسه فريقه يكسب. وهذه هي كره القدم، وهذه هي الرياضه. نتمنى ان الرساله تكون وصلت للجميع. دائما النادي الاهلي هو البيت الكبير، دائما النادي الاهلي هو اللي بيفتح ذراعه لكل الناس، ولكن
خلينا ننبذ التعصب خلال الفترة القادمة، لأن الفترة القادمة مصر تحتاج إلى كل أبنائها. شكرا جزيلا يا كابتن حمدي على وجودك معانا. انا بشكرك مره ثانيه، وفعلا من احلى الحلقات اللي الواحد عملها. شكرا جزيلا يا كابتن. الله يخليك. شكرا جزيلا يا كابتن جمال، اشكرك جدا على تواجدك معانا وعلى هذا الكلام الرائع. يعني بشكرك وكسبت شفتك تاني مره. ربنا يخليك يا كابتن. حلو كسبت ماهر. شكرا. بشكرك شكرا جزيلا طبعا، وكالعاده دايما بنستمتع بوجودك معانا. زمان ما شفتش اسلامك. ربنا يخليك. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا مره ثانيه. هذه لم تكن حلقه ولكنها كانت رساله، اتمنى ان رسالتكم وصلت. اشوف حضراتكم على خير.